بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ستر العورة وأحكام اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ستر العورة وأحكام اللباس. سمى المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث بابا لأنه طويل، والذي قبله طويل كذلك، ولم يجعله فصلا لأن فيه مسائل منفصلة وهي أحكام اللباس، إذ لو كان مقتصرا على ستر العورة لربما عدل عن التعبير بالباب إلى التعبير عن الفصل، لأن الباب هو الذي يكون منفصلا عما قبله ومنفصلا عما بعده من الأبواب التي بعده، وإن كان بينهما بعض الرابط. إذن فمراد المصنف حينما عقد بابا مراده توسعه في أحكام اللباس. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ستر العورة. الستر قد يكون بالفتح وقد يكون بالكسر، فإن فتحت السين فالمراد به التغطية، وإن كسرتها فقلت ستر فالمقصود به ما يستر به، كذا قال أهل اللغة. وأما العورة فإن أل فيها أو أما العورة فسيعرفها المصنف، بيد أن أل هنا هي أل عهدية وليست جنسية، وذلك أن المسلم يذكر له في كتب الفقه حكم عورتين: عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. وعادة يريد الفقهاء أحكام عورة الصلاة في هذا الموضع في شروط الصلاة، ويتكلمون عادة عن العورة خارج الصلاة في كتاب النكاح. هناك استطرادا لما يتكلمون عن النظر وما يتعلق به يتكلمون عن العورة، وإن كانوا يتكلمون في هذا الموضع عن العورة خارج الصلاة لكن تبعا لاستقلالا، وأما الاستقلال فذاك هو موضعها. ومعرفة الموضع الأصلي والموضع الذي جاء تبعا مفيد عند الفقهاء المتأخرين، لأنهم يقولون إن المسألة إذا أورد العالم فيها قولين مختلفين في موضعين قدم من الموضعين ما كانت المسألة واردة في موضعها الأصلي لا التي وردت فيه تبعا لغيرها. فقط هذه فائدة تتعلق في مسألة العورة وموضعها. إذن هنا العهدية أي ستر العورة في الصلاة أو ستر عورة الصلاة، وأما العورة في غير الصلاة فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله مفصلا في كتاب النكاح. وقول المصنف أحكام اللباس، أحكام اللباس ليست متعلقة بالصلاة بل هي في الصلاة وغير الصلاة، ولكن أبرز المصنف رحمه الله تعالى أحكام اللباس في العنوان لإظهار المسألة، لأنه ليس لها باب مستقل. قد يكون للأطعمة عند بعض الفقهاء بابا يريدون فيه أحكام الأطعمة، وأما اللباس فلا يذكرون له بابا مستقلا وإنما يريدونه استطرادا. وموضع فقهائنا في ذكرهم أحكام اللباس هنا في كتاب الصلاة في ذكر شروط الصلاة، يتكلمون عن الألبسة المحرمة والألبسة الحلال والألبسة المكروهة، سواء مصبوغ منها والمصنوع من حرير أو من غيره، يذكرونه استطرادا هنا. إذا مراد المصنف حينما قال وأحكام اللباس إبراز هذا الموضع من المباحث، لأنه إن صح التعبير هو داخل في خبايا الزوايا كما سماها بدر الدين الزركشي بن البهادر، وذلك أن بعضا من طلبة العلم قد يخفى عليه موضع المسألة ولا يدري أين تبحث، وهذا يسبب له إشكالا. نعم، قد حل هذا الإشكال بوجود هذه البواحث الإلكترونية التي تسهل على الباحث وإن كان مبتدئا بالوصول للمعلومة، لكن قديما كان ربما قلب صفحات كثيرة لا يكاد يجد المسألة في محلها، وإنما يعرف محل المسألة من عرف العناوين وعرف تفاصيل الأبواب. ومما يعني يذكر من باب الاستطراف أن أحد المشايخ، وكان عليه رحمة الله مات من نحو 20 سنة ومنزله قريب من هذا الجامع ببضع كيلوات، كان يعني إذا حضر عنده الإخوة ليقرؤون يمتحن الطالب إذا أراد أن يبتدئ الدراسة عنده، ليعرف هل عنده معرفة بكتب الفقه أم لا بذكر بعض أحكام المسائل الواردة في غير محلها. فيقول: أين يتكلم العلماء عن حكم لبس الحرير وحكم لبس كذا والذهب من الثياب المصنوعة، وحكم لبس مثلا وحكم شرب الخمر أين يرد، وحكم المعازف أين ترد، وهكذا، لكي يعرف هل طالب العلم مر قبل ذلك على كتاب من الفقه أم لا. فهذه من الأسئلة كان يسأل عنها: أين يأتي حكم الألبسة
وحكم الألبسة يأتي في الصلاة، ومنه ما يتعلق بالإسبال وغيره. نعم، وهو الشرط السادس. نعم، وهو الشرط السادس من شروط الصلاة، وتعبير المصنف بأنه شرط يفيدنا أنه يكون متقدما على الصلاة في الأصل ولكن يستصحب في أثنائها. الأمر الثاني أن كل ما كان شرطا فإنه لا يسقط لا جهلا ولا يسقط نسيانا، وإنما يسقط عند العجز، وإنما يسقط عند العجز فقط. نعم. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه. العورة هنا الجنسية، تشمل كل عورة في الصلاة وخارجها، وهذا من باب التعبير بالمعنى العام، ويراد في هذا الباب الخاص منه. سوءة الإنسان المراد بالسوءة القبل والدبر، هذا هو السوءة. وكل ما يستحى أو كل ما يستحي منه الشخص، أو يستحى إذا بنيت على غير الفاعل مجهول الفاعل، فحينئذ كل ما يستحي منه الشخص يسمى عورة بالمعنى العام. وأما في الصلاة فسيأتي حدها في كلام المصنف باختلاف الأشخاص. فمعنى ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى منه. فمعنى ستر العورة جمع بين الستر والعورة هو التغطية، لأن الستر بالفتح هو التغطية وبالكسر هو ما يستر به، هو تغطية ما يقبح ظهوره من الشخص ويستحى منه، هذا بالمعنى العام، لكنه ليس المراد في الصلاة، فإن الصلاة أضيق من ذلك. وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلوة لا من أسفل ولو تيسر النظر واجب. ولو تيسر النظر واجب. طيب نقف هنا. يقول المصنف إن ستر العورة في الصلاة واجب، أتى بالحكم قبل أن يبين بعد ذلك المقدار وصفة الساتر. بدأ في الحكم وقال إن ستر العورة في الصلاة واجب، فقال وسترها أي العورة في الصلاة التي سيأتي حدها. وقوله في الصلاة تشمل كل صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا، وسواء كانت الصلاة كاملة مفتتحة بالتكبير ومختتبة بالتسليم المعهودة، أو كانت الصلاة مما يلحق بالصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر، وكذلك الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة فيأخذ حكم الصلاة كذلك. فكل ما يسمى صلاة فيلزم ستر العورة فيه. وقول المصنف عن النظر، فالستر يكون عن النظر، فالمعيار أن لا يمكن النظر إليها أي لتلك العورة. وهذا النظر قد يكون من ثلاث جهات، إما من علو وإما من جانب وإما من سفل. سيذكر المصنف هذه الأمور التي يجب سترها من هذه الأمور بعد قليل. فقد ينظر إليها من علو بأن ينظر من الجيب، الجيب هو المكان الذي يفتح معه يدخل معه الرأس في القميص، هذا يسمى جيبا. وقد يكون من جنب بأن يكون مشقوقا فينظر إلى العورة، وقد يكون من سفل من أسفل القميص ونحوه. وسيأتي ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم من كلام المصنف. لكن قال المصنف حتى عن نفسه وخلوة. قوله حتى عن نفسه أي يلزمه أن يستر عن نظر نفسه، ويلزمه ستر العورة حتى لو كان في خلوة لا ينظر إليه أحد. وقوله عن نفسه سواء كان بصيرا أو أعمى، سواء كان مغمضا عينيه أو فاتحا لهما، فالمقصود في المعهود العادي أنه لا يستطيع النظر لعورة نفسه. صورة ذلك أن أحيانا إذا كان الشخص خاليا قد يمكنه أن يصلي ولا ينظر الناس إليه، لكن عورته تكون مكشوفة، نقول يلزمه ستر العورة، وهذا معنى قوله ولو خاليا أو حتى خاليا، فيلزمه يستر العورة ليس عن نظر غيره بل عن نظر نفسه. وأما قوله عن نفسه فمراده أنه لا يكون المرء ساترا لعورته إن أمكنه أن ينظر لعورة نفسه عادة. قلت لكم إن كان أعمى أو في ظلمة لا عبرة بذلك، لكن العبرة بالعادة. وصورة ذلك أن ينظر لعورته وإن استتر بعض جسده. قالوا لو كان المرء ليس عليه إلا قميص واحد، وهو الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا، وكان هذا الثوب مفتوح الجيب من علو، ويمكنه أن ينظر لعورة نفسه من علو أي من الجيب إذا ركع أو إذا سجد، فنقول حينئذ لا تصح صلاته، لأنه يمكنه أن ينظر لعورة نفسه. وكذا إذا أمكن غيره أن ينظر لعورته من باب أولى، لأن المرء قد ينظر لعورته ولا يراها غيره في حال ركوعه وفي حال سجوده، إذا أراد أن ينظر من جيبه الذي يعني يظهر عورته، الذي يظهر عورته. طيب، وقوله وخلوة انتهينا منها. قول المصنف لا من أسفل، ذكرت لكم قبل قليل أن النظر للعورة من نفسه أو من غيره قد تكون من علو وهذا واضح، ومن جانب
كأن يكون هناك خرق في ثوبه يظهر عورته من جانب أيمن أو أيسر أو أمام أو خلف، قد ينظر هو أو ينظر غيره إلى هذه العورة، وقد يكون من سفل. وكيف يكون النظر لسفل؟ قالوا فيما لو أن المرأة صلى على مكان ومن كان أسفل منه يمكنه أن ينظر إليه، مثل أن يصلي على شبك، بعض الشبك يصلي عليه، وهذا كان موجود في الحرم مثل الممر من الشبك، يمكن أن يصلي المرء والناس تحته ينظرون، أو يمكنهم أن ينظروا إلى ما كان من أسفل. ومثله لو صلى على زجاج، والآن هناك طوابق كاملة من زجاج يمشي المرء ويكون الناس تحته وهكذا. إذن هذا الذي يمكن من سفل، لو كان من سفل يمكن النظر إلى عورته، وصورة ذلك أن يكون عليه قميص أي ثوب ليس تحته إزار وليس تحته أيضا سراويل، فيمكن أن ينظر إلى عورته. هل يلزم ستر العورة إذا نظر إليها من سفل أي من جهة الرجلين؟ إذن فقول المصنف لا من سفل أي لا من جهة الرجلين. المصنف هنا جزم، وهو المعتمد في المذهب، أنه لا يلزم ستر العورة في الصلاة لمن نظر من سفل وإن أمكن في ظاهر إطلاقهم، إلا ما ذكره في المبدع، وكأن صاحب الكشاف مال إليه، أنه إن تيسر النظر من سفل لزم الستر. وصورة ذلك ما ذكرت لكم في من يصلي على بلكاش أو على حديد يكون على شكل الشبك، فمن يكون في سفل يمكن أن ينظر إلى العورة، أو يكون يصلي على زجاج فمن كان في سفل يمكن أن ينظر إلى العورة. إذن المشهور أنه لا يلزم في ظاهر إطلاقهم، إلا ما ذكره صاحب المبدع من أنه يلزم إن تيسر لآدمين أن ينظر في الحالتين أو في الحالات التي ذكرت لكم قبل قليل. إذن الذي يشترط ستره على المشهور لا يمكن النظر إليه من علو ولا من جانب، وأما من سفل فلا يشترط في ظاهر المذهب إلا ما ذكره صاحب المبدع فيما في حالة معينة. نعم. قوله ولو تيسر النظر، عفوا، ولو تيسر النظر، يعني هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن ولو تيسر النظر متعلقة من السفل فقط، متعلقة بالسفل، وهذا مخالف لما ذكره صاحب المبدع، لأن صاحب المبدع قال إن تيسر النظر فيلزم وإن لم يتيسر النظر فلا يلزم. إذن فقوله ولو تيسر النظر متعلق بقوله لا من أسفل فقط، وقوله ولو إشارة لخلاف صاحب المبدع، إشارة لخلاف صاحب المبدع. قوله واجب واضح، يعني بمعنى أنه واجب باعتبار الشرطية، باعتبار الشرطية. بدأ بعد ذلك فيما سيقرأ القارئ بعد قليل بالحديث عن صفة هذا الساتر، وليس المقدار، المقدار سيأتي بعده، وإنما يتكلم عن صفته وكيف يكون ساترا. نعم. بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها، فإن وصف الحجم فلا بأس. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الساتر، ويسمى السترة، سترة الصلاة المراد بها ما يستر بها المرء عورته. قال من شرطه أن يكون ساترا لا يصف لون البشرة، وبين كيفية صفة لون البشرة، فقال سوادها وبياضها وحمرتها وصفرها وصفارها إن كانت البشرة حمراء أو صفراء. وحينئذ نقول إن كل ما يبين لون البشرة فليس بساتر. ويظهر لون البشرة بأحد أمرين، الأمر الأول إما أن يكون القماش رقيقا جدا شفافا حتى يظهر الألوان، والثاني أن يكون مخرقا يظهر اللون تحته، فيمكن أن يظهر اللون فيعرف اللون، أو يظهر بعض الألوان التي تكون على الجسد، مثل أن يكون في جسدي سواد شامة أو حبة خالفة تظهر، فنقول حينئذ قد شفت ما تحتها وبان اللون ما تحتها. هذا هو الشرط، لا بد أن يكون ساترا. والدليل حيث سلمة إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، فقوله يستر يدل على أن ساتر العورة لا بد أن يكون ساترا لا يظهر لون ما تحته مما يجب ستره. هنا بدأ يتكلم المصنف في مسألة لعلي أن أذكر فيها تقسيما معينا ثم أنتقل لكلام المصنف لأجل أن يتضح الكلام. عندنا اللباس عموما الذي يبين الجسم، يقول العلماء إنه ثلاث درجات، إما أن يكون غير مجسم، وإما أن يكون مجسما، وإما أن يكون مفصلا، هي ثلاث درجات. نبدأ بالدرجة الأولى وهو غير المجسم، وغير المجسم
المراد به الذي لا يبرز تقاطيع الجسد، فلا يبرز حجم الكتفين مثلا، لا يبرز حجم وسط الجسم وهكذا. فما ليس بمجسم عندهم هو أفضل، وذلك يقول الفقهاء الأفضل في الصلاة ما لا يظهر تقاطيع الخلقة، ما لا يظهر تقاطيع الخلقة. وبنوا على ذلك أن لبس الإزار والقميص أفضل من لبس السراوي، لأن القميص والإزار لا يبرز تفاصيل تقاطيع الجسد، وأما السراويل فإنه يبرزها. إذن هذا الأمر الأول غير مجسم وهو مستحب، ليس بواجب باتفاق. الأمر الثاني الذي دونه لكنه يجسم، ومعنى يجسم يظهر حجم الجسم من عرض المنكبين مثلا أو السمن أو النحف أو غير ذلك. وهذا المجسم من مفهوم ما سبق في الدرجة الأولى أن الصلاة صحيحة به، لكن الأولى ألا يكون كذلك، والدليل عليه واضح. لما خرجت سودة رضي الله عنها فقال لها عمر قد عرفناك يا سودة، لأنها كانت سمينة رضي الله عنها وقد لبست خمارا مع كمال سترها وعفافها، فأنزل الله عز وجل فيها وفي غيرها من الأسباب، لأن قد يكون الآية لها أكثر من سبب في النزول، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيدخل في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها ما كان مجسما يظهر الجسم العام أو التجسيم. وهذا الذي ذكره المصنف هنا في قوله فإن وصف الحجم. إذن فقول المصنف فإن وصف الحجم هو الذي نسميه المجسم، يبين حجم الجسم ووصفه العام، وهذا معفو عنه، لكن إن أمكن فهو أفضل ألا يمكن ذلك يعني بطريقة أو أخرى. إذن هذا الأمر الثاني. النوع الثالث لم يتكلم عنه المصنف، بل وأكثر الفقهاء لم يتكلموا عنه لأنه لم يكن ظاهرا في وقتهم بكثرة، وإن أشار له بعضهم ونقل إجماع عليه في بعض الكتب، وهو ما يسمى عند العلماء بالمفصل، الذي يفصل حجم العضو دقيقا. وهذا كثرت الألبسة المتعلقة به مع جودة الصناعة في وقتنا كثيرا، فأصبح من الألبسة ما يتمطط ويتمدد بحال اللبس حتى يكون مفصلا، فإذا وضعته على يدك أظهر، لا أقول أظهر النتوءات المتعلقة بالعظم، بل أظهر حتى العروق التي تظهر في اليد، فتظهر من فوق هذا اللبس الذي يكون ضيقا، يلبسه بعض الشباب عند لعب الكرة ثم يصلون به، جدا يجسم يعني الفخذين وهكذا. حكي اتفاق في المسألة أن ما كان مفصلا للعضو تفصيلا تاما أنه ليس بساتر، وإن لم أكن واهما والعهد بعيد أن الذي حكى الاتفاق هو الإمام محمد بن جرير الطبري. إذن عندنا ثلاث درجات في هذه المسألة، والمصنف هنا تكلم عن المسألة الثانية أنه إن وصف الحجم أي حجم أعضاء المصلي فلا بأس، أي تصح الصلاة لأن المجسم أو المحجم يعني أقرب، لا فرق بينهما، معفو عنه. نعم. ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوهما ومتصل به. نعم، يقول المصنف ويكفي في سترها أي ستر العورة للرجل أو المرأة بحسب كل، ولو مع وجود ثوب، يعني لو كان عنده ثوب يعني يصلي به له الحق أن لا يستره بذلك الثوب، بل يستره بشيء آخر مثل ورق شجر. ممكن أن الشخص يكون بورق شجر، خاصة أوراق الشجر التي تكون كبيرة جدا مثل أوراق العنب حجمها كبير، قد يستر بها بعض عورته أو يغطي جسده بها. وحشيش، معروف الحشيش، وكان يعني يذكر نسأل الله عز وجل أن يتم علي النعم، إلى عهد يعني قبل نحو 100 سنة وأقل، أن بعض الناس كان لا يجد ما يلبس يستر به عورته إلا الحشيش، فيحتش من الصحراء ما يستر به عورته من شدة الفقر. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. قوله ونحوهما أي ونحو من الأشياء التي يعني تكون مثل ذلك. ثم قال ومتصل به كيده ولحيته. قال ومتصل به أي بالمصلي كيده ولحيته، صورة أن يكون الشخص يستر عورته بيده. قالوا أن المرء يكون له ثوب ويكون في هذا الثوب شق من جهة عورته، كان يكون من في جهة فخذه مثلا، فهو في أثناء صلاته يضع يده على هذا الشق الذي يستر به عورته،
مع أن عنده ثوب آخر يستطيع أن يصلي به، ومع ذلك ستر عورته بيده بهذه الصورة، فيكون الشق بمقدار الكف أو أقل فيستره بها. وقوله ولحيته، صورة ذلك في الرجل الذي يصلي بقميص أي بثوب ويكون جيبه مفتوحا. مر معنا قبل قليل أن الجيب إذا كان مفتوحا ويمكن النظر إليه فإن الصلاة لا تصح، ولكن يجب عليه أحد أمرين أساسيين: إما أن يزره كما في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له زره ولو بشوكة، فيزر بشوكة لأجل ستر العورة. الحالة الثانية أن يربط في وسط ثوبه أو قميصه حبلا ونحوه فيشد وسطه، فإذا شد وسطه لا يمكن أن ينظر لعورته، لأنه في هذه الحال إن شد وسطه فلا ينظر إليها. هذا أمران. هناك طريقة ثالثة التي قال عنها المصنف: بلحيته، كأن تكون المرء لحية كبيرة وجيبه إذا ركع غطت لحيته جيبه، جيب الثوب، فحينئذ لا يمكنه أن ينظر لعورته، ففي هذه الحال يكون قد ستر عورته بلحيته، لأن اللحية تستر جميع العورة، هذا لا يتصور في آدمي، ومثله اليد لا يمكن أن تستر جميع العورة، فلا يتصور في آدمي، وإنما محله الصورتان التي ذكرت لك قبل قليل. نعم. ولا يلزم ببارية وحصير ونحوهما مما يضره. نعم. يقول المصنف إن ما يضر الشخص الستر به يضره في جسده مثل البارية. البارية هي الحصير إذا كان مصنوع من قصب، يصح بالتشديد ويصح بالتسهيل، وجهان صحيحان، لأنه لما كان من قصب إذا ستره إذا جعله على جسده وهو من قصب يسبب له جروحا، يسبب له مخوشا في جسده، فهذا يضره. وكذلك الحصير ونحوها، مثل قالوا ما كان عندنا قديما حينما كانت الحصر تصنع من سعف النخل، سعف النخل لو ستر المرء به عورته جرحته وآذته وربما سببت له حكة وغيره، فكل ما كان مؤذيا لا يلزم الستر به، وهذا معنى قوله مما يضره. الضابط ما يضر، ومثله أي نوع إذا لم يجد المرء إلا هو كان مضرا له يسبب له أنواع الحساسية المختلفة، حكة وغيرها. ولا حفيرة وطين وماء كادر ولا بما يصف البشر. نعم. قوله ولا حفيرة، نأخذها واحدة واحدة إلى آخر واحدة لأن نبغى لها تفصيل. ولا حفيرة، صورة ولا حفيرة أن يكون الشخص في حفرة إذا أراد أن يصلي ليس عنده ما يستر عورته، فقال سأجعل نفسي في حفرة وأغطي جسدي مثلا، نقول لا يلزم ذلك، لا يلزمه أن يفعل ذلك، ولكن نقول حيث لا يلزمه ذلك الأفضل أن يستر جسده بشيء عن الناس من باب الأفضلية فقط، بجدار أو بحجر لكي لا يكون أمام الناس يعني ينظر إليه هكذا. قوله وطين، لا يلزمه أن يغطي جسده بطين خلافا لبعض الفقهاء، ولا بماء كدير، مثل أن يكون في غدير، مثل إذا يعني جاءت الأمطار كما تعلمون فبعض مناقع الماء في أول أمطار تكون كدرة وليست راكدة، فإذا انغمس فيها المرء لا تظهر عورته لمن هو في خارجها. هل نقول من كان ليس عنده ما يستر عورته وعنده ماء كدر يلزمه إذا أراد الصلاة أن يدخل في الماء الكدري حتى يغطي عورته؟ نقول ليس بلازم، لأن هذه ليست بساترة وفيها كلفة، وهذا معنى قوله وماء كدر. لكن في الأحوال الثلاث نقول إن الأفضل في حقه أن يستتر بحائط أو أن يستتر بجدار، وذلك يكون أحسن من التعري في الفضاء، هكذا عبر الشيخ تقي الدين. نعم. آخر واحدة. ولا بما يصف البشرة. نعم. آخر ثالثة قول المصنف ولا بما يصف البشرة، لأن ما يصف البشرة وجوده كعدمه، وواضح هذا الكلام، لكن استشكل بعض الشراح والشيخ منصور ووافقه تلميذه محمد أن قوله ولا بما يصف البشرة فيها إشكال، حيث عطف على السابق، فإن السابق لا يلزم ابتداء، لا يلزم الجلوس في 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 حفيرة ولا أن يجلس ولا أن يغطي جسده بطين أو يجلس في ماء كدر. قال الفرق بينهما أن من لم يجد إلا ما يصف البشرة يجب عليه لبسها، لأنه من باب ستر بعض عورته، ولذلك الأخيرة فقط فيها استثناء نبه عليه منصور أنه إذا لم يجد غيرها وجبت عليه بخلاف السابقات، حتى وإن لم يجد غيرها لا يجب عليه، لكن نقول هو الأحسن كما عبر الشيخ تقي الدين شرح العمدة، الأحسن أن يستتر خلف جدار أو حائط أو شجرة. ويجب سترها كذلك في غير الصلاة،
ولو في ظلمة وحمام. نعم، هذا من باب الاستطراد، تكلم أنه يجب ستر العورة في غير الصلاة، وسيأتي الإشارة إليه في النكاح أيضا كذلك. ويجوز كشفها ونظر الغير إليها لضرورة. نعم، كشفها أي العورة، ونظر الغير أي غير الشخص نفسه. ومن الاستعمال المشتهر عند الفقهاء إدخال التعريف على غير وعلى بعض، وهذا ينكره كثير من اللغويين، وبعضهم صححه، وربما صححوا وذكروا أن سيبويه من الذين أجازوا ذلك وقد استخدمها في كتاب الكتاب، وبعض المتأخرين من المالكية قال وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية، فقال أنا أستعمل هذا اللحن الشائع وهو خير من الصواب المغمور أو المتروك. لكن على العموم هو له وجه في اللغة، ولكن الأفصح عدم دخول غيره. ولو قال يعني أراد الأفصح أن يقول ونظر غيره بدل ونظر غيره لضرورة، الضرورة هي التي ترتب عليها فوات أحد المقاصد العامة ويتلف. نعم، كتداوين. نعم، وختان. واضح. وختان ومعرفة بلوغ. نعم، لكي إقامة الحد مثلا عليه وإجابة الصلاة للولي. وبكارة وثيوبة وعيب. وعيب من عيوب النكاح للرجل والمرأة. وولادة ونحو ذلك. نعم، لأجل عند ولادة المرأة يجوز أن تكشف عورتها للضرورة. ويجوز كشفها ونظرها لزوجته وعكسه. نعم، ولأمته المباحة. نعم، وهي لسيدها وكشفها لحاجة. نعم، بدأ الكشف الحاجة يقول إنه يجوز مع أنه يمكنه أن يغطيها، ثم ذكر صورا من الحاجة كتخل واستنجاء وغسل. تخل ذهاب الخلاء، استنجاء واضح، وغسل واضح، وتقدم في الاستطابة والغسل، فيكون هذا الحكم مكررا. ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها. نعم، قاعدة، حيث يجوز الكشف لحاجة أو يجوز لضرورة فإنه لا يحرم عليه النظر، زاد بعضهم وللنفس. نعم، وعورة الرجل ولو عبدا وابن عشر والأمة ما بين السرة والركبة، وكذا أم ولد ومعتق وبعضها، ومدبرة ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة، وحرة مراهقة ومميزة، وخنثى مشك، ويستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا. نعم، يقول المصنف إن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، نبدأ بالرجل ثم نأخذ المعطوف عليها جميعا. وقول المصنف عورة الرجل ما بين السرة والركبة يدلنا على أن السرة والركبة ليستا من العورة، وإنما يستحب سترهما من باب الاحتياط فقط، لأنه قال ما بينهما ولم يقل السرة والركبة وما بينهما، وإنما ذكر البينية، فدل على أن ما يكون بين الشيئين ليس منهم، أن الحدود بين التي تكون بينها الأشياء ليست الحدود منهم. والمراد هنا بالعورة العورة في الصلاة طبعا. وقوله ولو عبدا يشمل الحرة والعبد من باب التأكيد على هذه المسألة. قال وابن عشر الذي يطأ مثله يكون كذلك. وقوله والأمة، الأمة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، لكن ذكر صاحب المبدع أنه يستحب للأمة أن تستتر كالحرة وتغطي رأسها، وهذا سيأتي في كلام المصنف، ومنه تغطية الرأس. ثم قال وكذا أم الولد التي هي أمة لكنها أنجبت من سيدها بعد وطئها ولدا استبانت فيه خلقة آدمي، ومعتق بعضها أي الأمة، ومدبرة علق عتقها على الوفاة، ومكاتبة اشترت نفسها بدراهم منجمة، ومعلق عتقها على صفة سواء كانت الصفة قريبة أو بعيدة أو زمان، كذلك عورتها من السرة إلى الركبة. وقوله وحرة مراهقة، المراهق هنا معناه ما قارب البلوغ، يعني أنها لم تبلغ بعد، لم نحكم ببلوغها، وصلت التاسعة ولم يحكم ببلوغها فكذلك. ومميزة أي بعد السابعة. وخنثى مشكل، لاحتمال أن يكون ذكرا وأنثى، فهؤلاء حكمهم في العورة ما تقدم، لكن قال المصنف يستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا. طبعا هنا استتارهن يعود لكل ما سبق من الأمة فما بعدها. نعم، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط. نعم، قول المصنف وابن سبع إلى عشر، طبعا إلى عشر أي لم يصل العشرة، لأن العشر حد والحد لا يدخل في المحدود، وإنما العشر داخل في السابق، فقبل أن يصل إلى تمام العاشرة فعورته تكون الفرجان في الصلاة، فيجوز له، فتصح صلاته ابن سبع فما زال
إذا ستر السوأتين فقط. نعم. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. يقول المصنف والحرة البالغة، يخرج الحرة الأمة والبالغة من دونها كالمراهقة والمميزة وما دون ذلك، كلها أي جسدها كله عورة في الصلاة حتى ظفرها، حتى الظفر وهو الذي يمكن انفصاله، وشعرها يكون عورة إلا وجهها، فالوجه وحده على مشهور المذهب هو الذي يجوز كشفه بل يستحب كشفه. ثم قال المصنف نعم قال جمع وكفيها وهما. نعم قال جمع من أصحاب أحمد ويجوز المرأة أن تخرج كفيها في الصلاة. وقول المصنف قال جمع هو كأن المصنف جزم بهذا القول، لأنه لم يقول وقال جمع وإنما قال قال جمع، كأنه يميل لهذا القول. وهؤلاء الجمع الحقيقة هم من كبار أصحاب أحمد، منهم الموفق في العمدة، وذكرت في العمدة لماذا؟ لأن أكثر اختيارات الموفق هي في العمدة، فالعمدة يبدو أنها من حسب ما في ذهني الآن أنه من آخر ما كتبه، وله آراء اجتهدها هو في هذا الكتاب، ومنهم أبو البركات المجد بن تيمية، ومنهم الدجيلي في الوجيز، وهو الأشهر عن الشيخ تقي الدين، لأن الشيخ تقي الدين له قولان في المسألة في شرح العمدة، قال إن الكفين يجب سترهما، وقال في خارج شرح العمدة أنه يجوز كشف الكفين للمرأة في الصلاة. وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها. نعم واضح هذه المسألة. ويسن لرجل والإمام أبلغ أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه. نعم قول المصنف ويسن لرجل، لأن المرأة يجب عليها الستر كما تقدم ستر رأسها، لكن هنا الحكم متعلق بالرجل أنه يسن أن يصلي في ثوبين ليس في ثوب واحد، لأنه من باب أكمل الستر، أو كلكم يجد ثوبين، فدل ذلك على أن ثوبين أفضل، وأفضل الثياب كما سيأتي بعد قليل وهو القميص مع السراويل أو مع الأزر كما سيأتي في تفصيل كلام المصنف. قال مع ستر رأسه، فيجمع مع الثوبين ستر الرأس، ويكون ستر الرأس بتخميره لا بمجرد وضع شيء على رأسه كقطعة قماش، وإنما يكون بالتخمير، صرح به جماعة ومنهم الشيخ تقي الدين، فيكون بالتخمير إما بعمامة أو بطاقية أو بلف شيء على رأسه، فيجعله مخمرا، يخمر رأسه لا مجرد وضع كما يفعل بعض الناس بناء على قول بعض أهل العلم بلزوم تغطية الرأس، تجعله تراه يجعل منديلا على رأسه من غير تخمير له، يقولون هذا لا ليس بكافل، بل لا بد التغطية بما يكون لباسا وهو الذي يخمر به عادة. وهذا التغطية للرأس يعني لما جاء أنهم باب الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومراعاة لخلاف من أوجبه. وقول المصنف والإمام أبلغ يعني أن الإمام آكد يتأكد في حقه تغطية رأسه وأن يكون مصليا بثوبين من المأمومين. نعم. ولا يكره في ثوب واحد يستر ما يجب ستره. نعم هذا الحديث كما مر معنا. وقول المصنف يستر ما يجب ستره، الذي يجب ستره أمران بالنسبة للرجل، ما بين السرة إلى الركبة وأحد العاتقين، هذا الذي يجب ستره كما سيأتينا. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها قيل وكفيها. والقميص أولى من الرداء. نعم بدأ يتكلم المصنف عن من ليس له إلا ثوب واحد، فذكر المصنف أنه من لم يكن له إلا ثوب واحد فالقميص أولى من الرداء، إذا كان عنده قميص كالثياب التي نلبسها مثلا وعنده رداء، لكن الرداء واسع يمكنه أن يستر إلى ركبتيه، لا شك أن القميص أفضل من الرداء، لأن القميص يكون أكمل سترا، وهذا معنى قوله والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد. إن اقتصر على ثوب واحد. طيب فإن لم يكن عنده قميص وإنما عنده ثوب واحد منشور، فهل الأفضل أن يجعله إزارا ثم أم يجعله رداء؟ قالوا يجعله رداء أفضل من أن يجعله إزارا، لأنه إذا جعله رداء غطى كتفيه وهكذا. نعم. وإن صلى في الرداء وكان واسعا التحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار. نعم هذه طريقة من ليس له إلا رداء يعني ثوب واحد منشور، كيف يكون يلبسه إذا كان ليس عنده تحته إزار ولا سراوي؟ فإن كان جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة، تقدم معنا، ولأجل حديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود وغيره، و
عبر بالسنة ولم يقل بالوجوب لأن هناك خيارات أخرى، منها أن يربط وسطه بشيء فلا يمكنه أن ينظر إلى عورته، أو أن يغطيه بغير ذلك، أن إذا أراد الركوع يقبض على ثوبه كما سيأتي في كلام المصنف، أو يغطيه بلحيته كما مر معنا في كلام المصنف. وأما الزر للثوب عموما فهو مستحب في الصلاة لأجل عدم النظر للعورة، وأما إن كان تحته فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزر قميصه في بعض أحايينه، يتركه مفتوحا، جاء ذلك من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه. فقوله إن كان جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة هذا في الصلاة، وأما خارجها فهو على التخيير. فإن رؤيت عورته منه بطلت إلا أن يزره أو أن يربطه بشيء. نعم. فإن لم يزره وشد وسطه عليه بما يستر العورة أو كان ذا لحية تسد جيبه صحت. نعم، تقدم بالكلام يعني ذكرتم. فإن اقتصر على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن ستر العاتق، والعاتق هو الموضع الذي يثبت عليه اللباس، وهو المكان الذي يكون بين المنكب وبين العنق، والمنكب هو المفصل الذي يربط بين العضد وبين الكتف، والعاتق الذي يلزم ستره ما بينهما. بين المصنف أن ستر العاتق له حالتان، إما أن يكون في صلاة فريضة وإما أن يكون في صلاة نافلة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بستر العاتق، وجاء في حديث آخر أنه صحح صلاة من لم يصلي وهو كاشف العاتق، إن ثبت الحديث. حمله جمع من أصحاب أحمد من باب جمع الأحاديث على أن ما صحح فيه الصلاة على النافلة، والأمر متعلق بالفريضة، وذلك فرقوا في ستر العاتق بين صلاة الفريضة والنافلة، فأوجبوه في الفريضة دون النافلة إعمالا للحديثين. ولكلا نقول إن الحديث الذي فيه الأمر أخرجناه عن حقيقته للندب، فالأصل فيه الوجوب، ولا نقول إنه منسوخ بالحديث الآخر، بل نقول إنه واجب كذلك. بدأ بالنافلة فقال إن اقتصر على ستر عورته وأعرى العاتقين وهو جمع عاتق في نفل، أي في صلاة نفل، أجزأه ولا يلزمه ذلك، وإن كان الأفضل أن يغطي عاتقيه أو أن يغطي أحدهما. بدأ يتكلم في الفريضة، صلاة الفريضة، فقال ويشترط في فرض مع سترها ستر جميع أحدهما بشيء من لباس ولو وصف البشرة فلا يجزي وحبل ونحوه. نعم، يقول ويشترط في فرض، أي في صلاة الفريضة، يشمل ذلك فرض العين، ويشمل ذلك أيضا فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة وغيرها. وزاد بعض المحشين وهو محمد الخلوتي صلاة النذر لأنها صارت واجبة، وقال بعض المحشين بعد محمد أن في جعله النذر ملحقا بالفرض نظر، فإن النذر واجب وليس فرضا، ولعل إلحاقه بالندب أقرب. على العموم هذه مسألة اختلف فيها المتأخرون، هل النذر ملحق بالواجب أم بالنافلة في مسألة ستر العاتقين. يقول ويشترط في فرض مع سترها أي العورة ستر جميع أحدهما أي أحد العاتقين بشيء، يكفي أحدهما للحديث بشيء، عبر بشيء من لباس، فلا يلزم أن يكون الذي ستر به هو اللباس الذي يستر به جسده، فقد يستر جسده بشيء ويستر عاتقيه بلباس آخر، لكن من شرطه أن يكون لباسا، لا بد أن يكون لباسا. لكن قال ولو وصف البشر، لا يلزم الذي يكون على العاتق غير الشاف، بل المقصود تغطيته ولو كان شافا للبشرة. وقول المصنف لا يجزئ حبل ونحوه، لأن الحبل ونحوه ليس لباسا، وهذا الأمر مفهوم من قوله من لباس، وأما قوله ولو وصف البشرة فهو مفهوم من قوله بشيء، أي بساتر أو بغير ساتر. نعم. ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع وهو القميص وخمار وهو غطاء رأسها وملحفة وهي الجلباب ولا. هذه ورد في الحديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وجلب وملحفة وهي الجلباب، وهذه الأمور إذا لبستها المرأة في أثناء صلاتها فقد كمل سترها في أثناء يعني دعائها ومناجاتها لربها، وهذا من باب التأكيد على كمال الستر على المرأة
في الصلاة فمن باب أولى خارج الصلاة. قوله تصلي في درع، الدرع هو القميص، وكمال هذا الدرع القميص أن يكون الدرع طويلا ساترا لظهور القدمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة. قال وخمار، يعني تجمع مع الدرع الذي تلبسه وهو القميص أن تلبس خمارا آخر، وهذا الخمار عرف عنه المصنف في قوله وهو غطاء رأسها، أن تغطي رأسها وتديره تحت حلقها. المصنف حذف هذه الكلمة، وإنما هي موجودة في غيره من الكتب، وهي مهمة لأنه لا يصدق على اللباس أنه خمار حتى يدار تحت الحلق. قال وملحفة، وهي الجلباب. الجلباب هو الملاءة إن صح التعبير، أو الجلال باللغة العامية، الجلال الذي يلبس فوقه فتلتف به المرأة التفافا. إذن الأكمل أن المرأة تلبس ثلاثة أشياء: قميص وهي الدرع أو الدراعة بلهجتنا الدارجة، والخمار تغطي رأسها بخمار، وجلباب تلتحف به. فإن أمكنها أن تجمع بين الخمار والجلباب في ثوب واحد تحقق المقصود، وهذا الذي يفعله عند النساء من قديم. عندنا الجلباب اللي هو الجلال نسميه مثلا، ممكن بطريقة معينة أن تختمر به، فتختمر بطرفه وتجعل باقيه على جسدها فيكون كالثوبين، وهذا الذي يفعله النساء منذ القدم عندنا على الأقل، في أنها تجعل الجلباب والخمار واحدا. ولا تضم ثيابها في حال قيامها، يعني لا تجمع ثيابها في حال القيام، وإنما تترك ثوبها واسعا إذا كان الدرع سابغا أي واسعا، ولأنها إذا ضمت ثيابها لبعضها بدأ تقاطيع جسدها. ويكره في نقاب وبرقع بلا حاجة. نعم، يقول المصنف يكره أن تصلي في نقاب وبرقع، وذكر أمرين. والحقيقة أن لها مناطا عاما، وهو أنه يكره للمرأة في أثناء صلاتها أن تستر وجهها في الصلاة، سواء بنقاب أو ببرقع أو بلثام أو بأي شيء يغطي الوجه كاملا، فكله ممنوع إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء، إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه ترتفع الكراهة حينئذ. وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها كأن صلت في درع وخمار أجزأها. نعم، إذا اقتصرت على ستر ما، يعني ما سوى وجهها، بناء على قول المصنف أن عورة المرأة في الصلاة جسدها كله إلا وجهها، ومثل لذلك قال كأن صلت في درع وخمار إن أمكن ذلك، ويمكن أن يكون بقطعة واحدة إذا فصل بطريقة معينة أجزأها ذلك، فإنه مجزأ، ولكن الكمال أن يكون في ثلاثة أثواب. ولا تبطل الصلاة في كشف يسير من العورة لا يفحش في النظر عرفا بلا قصد ولو في زمن طويل، وكذا كثير في زمن قصير، فلو أطالت الريح سترته ونحوه عن عورته فبدا منها ما لم يعف عنه ولو كلها فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل، وإن كشف يسيرا منها قصدا بطلة. نعم، هذه المسألة متعلقة بظهور بعض العورة في أثناء الصلاة، وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هناك ثلاثة قيود. القيد الأول في قوله يفحش في النظر عرفا، والقيد الثاني في قوله بلا قصد، والقيد الثالث في قوله في زمن طويل. فالقيود ثلاثة: مقدار الظاهر، ثانيا هذا القيد الأول، القيد الثاني زمن الظهور، القيد الثالث القصد وعدمه. إذا نظرت هذه الصور ستجد أن حالات انكشاف العورة في الصلاة ثمان: ثلاث منها يعفى عن انكشاف العورة ولا تبطلها، وخمس منها تبطل فيها الصلاة. أورد هذه الثمان، هي موجودة في كلام المصنف لكني نشرتها. هذه الصور الثمان: أولها أن يظهر من العورة ما هو يسير قدرا في زمن طويل بغير قصد، يسير قدرا في زمن طويل من غير قصد، فهذا لا تبطل. الحالة الثانية: أن يظهر من العورة يسير قدرا في زمن قصير بلا قصد، فلا تبطل كذلك. الحالة الثالثة: أن يظهر من العورة كثير قدرا في زمن قصير بلا قصد، فلا تبطل كذلك الصلاة. إذن هذه ثلاث صور لا تبطل. الصور التي تبطل هي ما يلي، وهي الصورة الرابعة: أن يظهر من العورة كثير قدرا
في زمن طويل بلا قصد تبطل. والرابع والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة مثل السابقة، لكن قل بدلا من قولك بلا قصد بقصد. فمن قصد أن يظهر من العورة شيء يسير في زمن يسير، أو قصد أن يظهر من العورة شيء يسير في زمن طويل، أو قصد أن يظهر من العورة شيء كثير في زمن يسير، أو قصد أن يظهر من العورة شيء كثير في زمن كثير، بطلت صلاته. إذن هذه الصور الثمان وهي حاصرة لا يوجد غيرها، لأن قالوا اجتماع اليسيرين كالكثير، اجتماع يسيرين يعتبر معفوا عنه فيكون أحد الكثيرين. نعم، نرجع لكلام المصنف، يقول لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة، هذا المقدار القيد الأول، لا يفحش في النظر عرفا، هذا هو معنى ضابط يسير العورة، أنه لا يفحش في النظر عرفا، فالمرجع فيه للعرف، وهذا راجع لكل شخص بحسبه، لأن غالب وليس دائم الأحكام التي أنيط تقديرها بالعرف يكون العرف للشخص نفسه لا لعموم الناس، ولا أقول كل الأحكام وإنما غالبها. بلا قصد هذا القيد الثاني، ولو في زمن طويل هذا القيد الثالث، قوله ولو في زمن قليل طويل يشمل الصورتين، في زمن قصير وفي زمن طويل. قال وكذا كثير، أي خرج كثير من العورة وهو ما يفحش في النظر عرفا في زمن قصير، ثم طبق لذلك مثالا قال فلو أطارت الريح سترته ونحوه، أي ونحو سترته عن عورته، فبدا منها ما لم يعف عنه، ما لم يعف عنه ولو كله، أي ولو كل العورة، فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل. وهذا تطبيق لمسألة ما ظهر كثيرا في زمن يسير. قال وإن كشف يسيرا منها قصدا بطلت، سواء في زمن طويل أو في زمن قصير، ومن باب أولى إذا أظهر كثيرا. فقوله وإن كشف يسيرا منها قصدا بطلت تشمل أربع صور، إما من باب التضمن وإما من باب الالتزام. من باب النص تشمل اليسير، من باب التضمن تشمل الزمن القصير والطويل، من باب الالتزام حيث أبطلنا اليسير فمن باب أولى نبطل الكثير. ملخص هذا الكلام هي الصور الثمان لا يوجد غيرها. نعم. ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير أو أكثره ممن يحرم عليه أو مغصوب أو بعضه أو ما ثمنه المعين حرام أو بعضه رجل كان أو امرأة، ولو كان عليه غيره لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا، وإلا صحت كما لو كان منهي عنه خاتم ذهب. لا قوله ولن صحت لقد بدأ المصنف يتكلم عن مسألة، والحقيقة أن المصنف يعني لو أتى بالضابط لكان أدق، أتى بصور فقال من صلى في ثوب حرير أو مغصوب أو كان ثمنه معين وهكذا، قال لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا. هناك ضابط أورد هذا الضابط كثير من فقهاء المذهب المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، ممن ذكره من العلماء المتوسطين القطيعي في شرحه وغيره، أن قاعدة المذهب أن كل ثوب يحرم لبسه، كل ثوب يحرم لبسه ولو كان اللبس لأجل الخيلاء أو التصاوير أو غيرها، فإن الصلاة به لا تصح، سواء كان عالما حيث كان عالما ذاكرا كما سيأتي بعد قليل. طيب، هذه قاعدة كان أفضل أن يعبر بها المصنف بدلا من ذكر الصور، لكنه أورد صورا. قال المصنف ومن صلى ولو نفلا، ليبين أن هذا الحكم يشمل العام والخاص، يشمل الفرض والنافلة، في ثوب حرير أو أكثره، يعني الثوب كله حرير أو أكثره، عبر المصنف هنا بالأكثرية تشمل أمرين، الأكثر ظهورا والأكثر وزنا، وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله الخلاف القوي في قضية الظهور ما معناه، وهي المشكلة التي صارت بين عثمان بن قايد وأبي المواهب ابن الشيخ عبد الباقي البعلي، وبسببه غضب عثمان من أهل الشام وذهب إلى مصر ومكث فيها إلى أن مات بسبب هذه المسألة المتعلقة بالحرير، سأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا معنى قوله نعم أو أكثره، العبرة بالظهور على المشهور. طبعا هنا عبر مصنف بأكثره لأن فيه خلاف على قولين سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. قال ممن يحرم عليه، لأن هناك أناس يجوز لهم أن يلبسوا الحرير وهم النساء ومن كان عنده حاجة للبس الحرير.
قال أو كان الثوب مغصوبا أي محرما بسبب غصبه. قوله أو بعضه أي كان بعض الثوب مغصوبا، ليس كل الثوب وإنما بعضه، وهذا يشمل إذا كان الغصب معينا في جزء منه كأن يكون الجزء الأعلى الذي خيط به، أو مشاعا لا يعرف الجزء الذي منه خيط الثوب. قال أو ما ثمنه المعين حرام أو بعضه. هذه مسألة يعني ستأتي إن شاء الله في كتاب البيع، لكن من أحسن من تكلم عنها الشيخ تقي الدين في بعض فتاويه التي طبعت مؤخرا، تكلم عن شرح هذه المسألة، بينوا شرحها على قول فقهائنا. قول المصنف هنا ما يشمل البقعة ويشمل الثوب إذا اشتري بثمن محرم، وقوله ما ثمنه معين حرام. من اشترى بقعة أو ثوبا وكان شراؤه لها بثمن معجل، فإنه في هذه الحالة نقول إن هذا البيع لا يصح، لأنه شراه بثمن معجل بثمن محرم وكان الثمن محرما، فإنه لا يصح، وبناء على ذلك فيكون المال مغصوبا لأن المال هو مستحق لآخر مثلا. الحالة الثانية إذا اشتراه بثمن مؤجل، فذكر الشيخ تقي الدين أن لها صورتين. الصورة الأولى أن يكون قد نوى ثمنا محرما في ذهنه فقال كذلك لا يصح لأنه يكون معينا عنده. والصورة الثانية أن يشتريها بثمن في الذمة موصوف، فإذا جاء وقت الوفاء سدده من مال محرم، فحينئذ تصح الصلاة في هذا الثوب والبقعة. قلت لكم أحسن من فصل في هذه المسألة الشيخ تقي الدين في رسالة طبعت هذه السنة أو الماضية في فتاوى مختلفة للشيخ، منها هذه المسألة بعينها أجاب عنها في نحو صفحتين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، أخذنا من قول المصنف كلمة المعين، فيخرج المعين أمرا واحدا ما كان في الذمة من غير تعيين له وقت الشراء. يخرج المعين حرام أمران، المحرام الحرام أمران والمباح أمر واحد. الحرام إذا كان معينا قبضه، أو إذا كان معينا عينه هو بنيته، والذي يجوز إذا كان غير معين عينه بعد ذلك ووفاه منه بعد انعقاد العقد، فهذا يجوز الصلاة فيه. نعم. قوله رجل أو امرأة نفس الشيء، ولو كان عليه غيره. هذا قول المصنف ولو كان عليه غيره أي غير اللباس المحرم. فلو كان المرء عليه ثوبان أحدهما من حرير والآخر من قطن، إذا صلى بالحرير فلا تصح صلاته ولو كان أسفل منه قطن. وبناء على ذلك فإن كلامهم أن المحرم إذا لم يلي بشرته فلم يكن شعارا وإنما كان دثارا مثلا فإن صلاته لا تصح. كذلك ظاهر كلامهم أنه ولو كان المحرم ليس في محل العورة، كأن يكون المحرم أسفل الركبة للرجل مثلا، فكذلك لا تصح صلاته. هذا ظاهر كلامهم، وصرحوا بهذا الظاهر بعض المتأخرين، أي سواء كان هو المباشر للجلد أو غير المباشر، سواء كان في محل العورة أو في غيرها لم تصح صلاته إذا كان عالما ذاكرا، عالما بالحكم وبالحال، ذاكرا للحكم وللحال. أحد الأخوان قرأت له سؤالا الآن يقول لماذا قلنا له هنا إنه اشترطنا أن يكون عالما ذاكرا بينما قلنا إن سائر الشروط لا يعذر فيها بالنسيان والجهل؟ الفرق بين المسألتين واضح. هناك ترك الشرط بالكلية، فترك الشرط بالكلية لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، وأما هنا فليس تاركا للشرط وإنما لصفة الشرط، ولذلك يعفى عن النسيان وعن الجهل. وكثير من الناس قد يصلي في الثوب المحرم سنين طوالا ولا يمكنه أن يكتشف ذلك إلا بعد فترة، فمثل هذه الأمور مما يعذر فيه، لأنه محتمل أيضا من جهة أخرى أن ينسى لكثرة ورود النسيان والجهل في الكسب المحرم. وإلا صحت كما لو كان طبعا قوله وإلا صحت أي إن لم يتوفر شيء مما سبق، مثل لم يكن أكثره حريرا، كان ممن لا يحرم عليه الحرير كالمرأة أو عند حال العذر، لم يكن ثمنه المعين حراما في الصورة أوردت لكم قبل قليل، فإنه تصح الصلاة في ما سبق، أو كان غير عالم أو غير ذاكر سواء للحكم أو للحال. هذه كلها تدخل في معنى إلا، أي إلا ما سبق
إلا مخالف ما سبق من المسائل. كما لو كان منهي عنه خاتم ذهب أو دملجا أو عمامة أو تكتا سراويل أو خف من حرير. نعم، هنا يقول المصنف كما، أي باب كاف التشبيه، هذه حكم جديد. لو كان المنهي عنه خاتم حديد أي للرجل، أو دملجا يعني نوع من المعاضد أو الأساور أو البناجر حسب يعني الاختلاف المسميات، أو عمامة يعني من حرير، أو تكة سراويل من حرير، التكة اللي يربط بها السروال، وخفا من حرير كذلك. في هذه الحال نقول الصلاة صحيحة لكنه يأثم لفعله ذلك. وإن جهل أو نسي كونه حريرا أو غصبا، أو حوبس بمكان غصب، أو كان في جيبه درهم مغصوب صحت. نعم، صحت الصلاة لأنه يعرف فيها بالجهل والنسيان كذلك، وهي داخلة في السابق. ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وصحت. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة في الغصب التي يوجد فيها رضا عرفي، لأن كل من تصرف في مال غيره بغير إذنه يعد غاصبا، لكن هناك شيء يسمى رضا عرفي. من صور الرضا العرفي قال: من صلى على أرض غيره، دخل أرضا فصلى فيها ولم يمنع من دخولها، فنقول تصح صلاته. والسبب أن الناس عادة يأذنون بأن الشخص إذا مر في أرضهم أن يصلي فيها. قال: ولو مزروعة. لماذا قال ولو مزروعة؟ لأن بعض الناس إذا كان فيها زرع لا يريد أحد أن يمر عليها، بل بعض الناس يمنع حتى الطير والبهائم بهائمه أن تدخل الزرع، لأن هذا الزرع قد يفسد بالمرور عليه. فيقول المصنف: ولو كان هذا المرور والصلاة على الزرع على زرع، لأن هذا الزرع مرور يسير، لأن الصلاة على الزرع أمر يسير وعادة لا يتوفى به التلف الكبير. قال: أو على مصلى، رجل فرش مصلى ليصلي فيه فصلى عليه رجل آخر بلا غصب، أي بلا غصب لهذه الأمور الثلاث، فهذا من باب الإذن عرفي، ولا ضرر على صاحبه جاز وصحت. وكل هذا داخل فيما يسمى بالإذن العرفي. ويأتي في الباب بعده: نعم، ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد، وعريان مع مغصوب. نعم، يقول المصنف: ويصلي في حرير، أي في ثوب حرير، لعدم ستر عورة، ولا يعيد. ما السبب لأنه لا يعيد؟ لأنه ليس عنده بدن آخر ينتقل إليه. وقوله: ويصلي عريانا مع مغصوب، يعني لو أن عنده ثوبا مغصوبا فنقول لا يصلي به، لأن وجوده كعدم لكونه مستحقا لآدمي، فيصلي عريانا كذلك. ولا يصح نفل آبق. نعم، قول المصنف: ولا يصح نفل آبق. تعبير المصنف بالنفل يشمل جميع العبادات، الصلاة وغيرها، ولكن المصنف أوردها في كتاب الصلاة. ولذا فإن شراح هذا المتن ومنهم منصور قيد هذه المسألة بقوله: ولا يصح صلاة نفل آبق. وهذا التقييد من منصور وغيره ظاهره يدل على أن الذي لا يصح إنما هو صلاة النافلة دون النوافل الأخرى من الصيام والحج والصدقات وغيرها. الصدقات لأنه لا يملك لا يتصور، لكن خلنا نقول الحج والصيام. وهذا الظاهر الذي أورده منصور ولم يصرح به صرح به مرعي وجعله اتجاها، أن ما عدا الصلاة من الصوم والحج فإنه يصح من الآبق، ولكن جعله اتجاها يعني من عنده، وأنه لا يعلم أن أحدا سبقه لذلك. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا وأعاد. نعم، قول المصنف: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا. هنا هذه العبارة يقولون فيها بعض الملاحظة. الأولى أن يقول المصنف متنجسا، لأن النجس يطلق في كثير من الأحيان على نجس العين، ومن كان لم يجد إلا نجس عين كأن يكون جلد ميتة فإنه لا يصلي فيه، وإنما يصلي عريانا ولا يعيد، بخلاف الثوب المتنجس. فالمذهب يفرقون بين الصلاة في الثوب المتنجس والثوب نجس العين، فالمتنجس يصلي فيه ويعيد كذلك، وإن صلى عريانا أعاد كذلك، وسأذكر التعليل بعد قليل. وأما نجس العين فإنه لا يصلي فيه ولا يعيد، لأن وجوده كعدمه. وأما المتنجس فيمكن غسله، وهناك يعني أحوال أخرى سيرد الإشارة إليها. هذا الأولى، وإن كان يمكن توجيه كلام المصنف أن النجس يطلق على المتنجس ونجس العين. قوله: لم يقدر على غسله لضيق وقت أو عدم ماء ونحو ذلك أو تقييد، صلى فيه وجوبا وأعاد. لماذا أعاد؟ لأن له الخيار بين أن يصلي عريانا وأن يصلي بهذا الثوب المتنجس، فلما كان أمران وفعل أحدهما. فمشهور المذهب، والمسألة فيها خلاف قوي، والشيخ تقي الدين يقول لا يعيد، وهذا الذي يطرد به النظر، أنه يصلي بهذا الثوب ثم يعيد بعد ذلك.
فإن صلى عريانا مع وجوده أعاد. أعاد أي يعيد كذلك، يعني لو صلى وجد الثوب المتنجس سواء كان يستطيع غسله أو لا يستطيع غسله وصلى عريانا يجب عليه أن يعيد، متى؟ إذا وجد الثوب الطاهر ولو بعد الوقت. نعم. فإن كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة. نعم، باب التخفيف. نعم. فصل: ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما. نعم، هذه المسألة متعلقة بصورتين: العريان ومن عنده سترة ناقصة. بدأ المصنف بالسترة الناقصة التي لا تستر كامل العورة، ثم ذكر بعدها حكم العريان وأطال في العريان كثيرا. نبدأ أولا في السترة الناقصة. أورد المصنف أظن 3 أو 4 صور. أول صورة قال: من لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما. يقول المصنف: من لم يجد إلا ما يستر عورته. عبارة عورته تشمل أمرين: تشمل العورة التي هي من السرة إلى الركبة، وتشمل العورة بمعنى المغلظة وهي السوأتان. فمن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط ما بين السرة إلى الركبة، أو لم يجد إلا ما يستر السوأتان فقط، زين، استر عورته كاملة، أو منكبه فقط، يقصد بالمنكب العاتق، قال ستر عورته وكشف منكبه، لأن ستر العورة فقط تجعل المرء يصلي قائما، ولذلك قال وصلى قائما، وصلى قائما. إذن هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى، وهذه واضحة جدا. بس عندي هنا ملاحظة لغوية في قول المصنف أو منكبه، يعني أظنه غير دقيق التعبير بالمنكب إلا إذا قلت إن باب التعبير بالمجاورة. الصواب أن نقول ستر عاتقه أو عاتقه فقط، لأن المنكب هو المفصل الذي يكون بين العضد والمنكب، وأما المنكب فهو الذي يكون بين وأما العضد وأما العاتق فهو الذي يكون بين المنكب وبين أو بين المن ال ال وال 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 والعنق. نعم، والعنق. نعم. وإن كانت تكفي عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط ستر منكبه وعجزه وصلى جالس استحبابا. طيب، هذه الصورة الثانية وهي مشكلة شوي بس أريد أن ننتبه لها. يقول المصنف: وإن كانت تكفي عورته فقط. الذي يظهر أن المراد بقوله تكفي عورته هنا المقصود بها السوأتان فقط، وهذا الذي يظهر من كلام صاحب المنتهى ويظهر من كلام صاحب الفروع وإن لم يصرح به، لكن بعض المحاشين نبه إليه. فتكون عورته في السطر الأول لها معنى مختلف عن عورته في السطر الثاني. هنا عورته بمعنى السوأتان فقط، فيقول المصنف: إذا كانت تكفي عورته فقط بمعنى السوأتان فقط أو تكفي منكبه وعجزه، العجز الذي هو يعني المؤخرة، قال ستر منكبه وعجزه فقط وصلى جالسا. عندي هنا مسألتان قبل أن آتي بالتعليم. المسألة الأولى قول المصنف وعجزه فقط، قصده بفقط إخراج أن يستر بها القبل، أن يخرج بها القبل. وقد أخطأ ابن النجار الفتوحي في شرحه على كتابه منتهى الإرادات، فقال عند قوله وعجزه فقط قال ولا تستر الدبر، هذا غير صحيح، بل المراد ولا تستر القبل، ولا تستر القبل. صورة ذلك يقولون أن يكون عنده ثوب فيجعل الثوب على كتفه ثم يستر الثوب وراءه فيكون ساترا لعجزه ويصلي جالسا ويضم يعني بعضه، وقبله حينئذ ينستر بضم بعضه إلى بعض. فعندهم هذه أفضل من أن يستر القبل والدبر فقط دون باقي العورة ودون المنكبين. إذن هذا فقط يجب أن ننتبه لكلمة عورته الأولى غير عورته الثانية، وإلا سنقع في إشكال في فهم المسألتين. نعم. قوله وصلى جالسا استحبابا، بهذه الصورة استحبابا ليس وجوبا. نعم. الصورة الثالثة: فإن لم يكفي جميعها ستر فرجين. فإن لم يكفي، الحالة الثالثة أن تكون لا تكفي جميع الجسد وإنما تكفي بعضه، فأولى ما يستر من الجسد هما الفرجان. الصورة الرابعة: فإن لم يكفي إلا أحدهما خير والأولى ستر الدبر. واضح، هذه الصورة الرابعة وهي واضحة. نعم. ويلزمه تحصيل سترة بشراء أو استئجار بقيمة المثل وبزيادة يسيرة كما الوضوء. كما الوضوء مثل ما ذكرنا في
ماء الوضوء هناك. نعم واضح. وإن بذلت له سترة لازمه قبولها عارية لا هبة. نعم، لأن الهبة يقولون فيها منة فلا يلزمه ذلك، أما العارية فالمنة فيها أقل. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ. إن عدم أي عدم ما يستر به عورته، يومئ إيمان استحبابا فيهما. نعم، قوله فإن عدم بكل حال يعني عدم السترة في كل حال، صلى جالسا ولا يصلي قائما، الأفضل أن يصلي جالسا، وسيأتي أنه يجوز أن يصلي قائما ما لم يره أحد. يومئ إيماء، يومئ بماذا؟ بالركوع والسجود فقط، لأن القيام يكون جالسا فيه. استحبابا فيهما أي استحبابا في الإيماء بالركوع والسجود، وهو الأفضل في حقه. ولا يتربع بل يتضام. قوله ولا يتربع يعني ولا يتربع في جلوسه بل يتضام، ثم ذكر صفة أن كيف ينضام، بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى، يعني يجعل إحدى فخذيه على الأخرى بحيث أنه لا ترى عورته، لا يراه عورته ولا يرى غيره عورته، قبوله يعني. وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز. هناك لما قال المصنف استحبابا ذكر ما الذي يجوز، قال أن يصلي قائما أو جالسا وهو عريان يجوز له ذلك، وأن يركع ويسجد بالأرض يعني ركوعا صحيحا بغير إماء وسجودا صحيحا يجوز له ذلك، لكن بشرط أن لا يراه أحد، إن كان في مكان لا يراه أحد فيجوز له ذلك. قول المصنف جاز، هذا هو المذهب الذي جزم به في المؤلف وغيرهم، وذكر بعض المتأخرين وهو مرعي أنه يلزم، وتبع مرعي في ذلك ابن سلطان في المجموع أنه يلزم وليس بجائز. والحقيقة أنه ربما كان قول مرعي متجه لمسألة أخرى، مسألة أخرى تختلف عن هذه المسألة، فلذلك قال إنه يلزم. وما ذكره المصنف هنا وصاحب المنتهى وغيرهم هو الأولى، أنهم باب الاختيار، وقد نص على الجواز صاحب المحرر، وهذه عبارة المحرر بنصها، ذكر شارحه وهو القطيعي أن هناك رواية أخرى على خلاف المذهب باللزوم التي ذهب إليها مرعي، والصواب ما عليه المذهب أنه يجوز وليس بلازم. نعم. ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر. العريان لا يعيد الصلاة إذا قدر على الستر بعد الصلاة. وإن وجد سترة مباحة قريبة منه عرفا في أثناء الصلاة ستر وجوبا وبنى. نعم، قوله مباحة ليخرج المغصوبة قريبة منه، لا تحتاج إلى حركة كثيرة، هذا هو الضابط، عرفا في أثناء الصلاة ستر جسده بها وجوبا يجب عليه ذلك، وبنى أي على ما صلاه عريانا في أولها. وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ. نعم، ضابط البعيدة التي تحتاج إلى حركة كثيرة جدا، لأن هذه الحركة مبطلة للصلاة، فإنه يستر ويبتدئ يذهب لها وجوبا ويعيد صلاته بأن تكون باطلة التي هو فيها. وكذا لو عتقت في الصلاة واحتاجت إليها. عتقت يعني الأمة في أثناء الصلاة واحتاجت إليها، لم تكن ساترة لرأسها مثلا، فإنه تحتاج حينئذ للسترة، فلو كانت قريبة صحت، وإن كانت بعيدة تعيد صلاتها. فلو جاهلت العتق أو وجوب التستر أو القدرة عليه أعادت. نعم، هنا لم نعذرها بجهلها بأنها قد عتقت، ولا نعذرها بجهل وجوب الستر عليها إذا كانت حرة بهذا المقدار، ولم نعذرها بجهلها أنها قادرة على وجود السترة، لأن هذه شروط لا يعذر بها. قال المصنف أعادت كخيار معتقة تحت عبد، لأن المعتقة إذا تزوجت عبدا ثم عتقت وهي لا تعلم فمكنت من نفسها، نقول سقط خيارها، لأنه عادة مثل العلم بهذا العتق يكون معروف ومشهور، وهي مقصر في عدم علمها بعتقها وبالحكم بثبوت الخيار لها وبالحكم بوجوب الستر، فلا يعذر فيه بالجهل، فهي مقصرة. وتصلي العراة جماعة وجوبا. نعم، إذا كانوا من أهل الوجوب الجماعة وهم رجال غير مرضى ونحو ذلك. وإمامهم في وسطهم أي بينهم وجوبا. نعم، هنا عبر مصنف أي بينهم ليوضح معنى كونه وسطا، فلا يلزم التوسط بمعنى أن يكون الذي على اليمين والشمال بالتساوي، وإنما المقصود وسطهم أن يكون بينهم لا متقدما عليهم، هذا المراد، وسطهم أي بينهم لا متقدما عليهم، لكن إذا كان الجماعة الذين معه ذكورا وإناثا فيجعل الإناث من أحد الطرفين والذكور من الطرف الآخر. فإن تقدمهم بطلت. نعم، هذا معنى قوله بينهم. إلا في ظلمة. إلا في ظلمة، لأنهم لا يرونه حينئذ. وفي معنى الظلمة إذا كانوا جميعا عميانا يصح أن يتقدم عليهم. ولا إعادة عليهم. نعم، ولا إعادة عليهم حين ذاك، لأنهم لا يجدون سترة ولو كانت نجسة. ويصلون صفا واحدا وجوبا.
إلا في ظلمة فإن نعم أو كانوا عميانا. فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر. صلوا جماعتين فأكثر لكي يعني تصح صلاة من ما يمكن أن يصلوا في وقت واحد. فإن كانوا رجالا ونساء تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم. كل نوع الرجال وحدهم ثم النساء. وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم يعني هم النساء. يقولون إن كانوا في ضيق بفتح الضاد ويصح بكسرها لكن أفصح بالفتح يصح. يقول وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء يعني لغير القبلة ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. واضح. فإن بذلت لهم سترة صلوا فيها واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة فيصلي بهم ويتقدمهم إن عينه ربها أي رب السترة. وإلا اقترعوا إن تشاحوا. ويصلي الباقون عراة فإن كانوا رجالا ونساء فالنساء أحق فإذا صلينا أحق بالسترة فإذا صلينا فيها أخذها الرجال. وإن كان فيهم ميت صلى فيها الحي ثم كفن بها الميت. نعم لأن الحي أولى من الميت. ولا يجوز انتظار السترة إن خاف خروج الوقت. نعم. فإن كانت لأحدهم لازمه أن يصلي فيها. نعم. فإن قادر عليها. فإن أعار وصلى عريانا لم تصح صلاته ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته ولا يجب فيصلون فيها واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلي بها بهم أحدهم بين أيديهم والباقون عراة كما تقدم. كما تقدم يعني يصلون صفا واحدا. فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يأمهم ويقفوا بين أيديهم. فإن كان أميا وهم يقف بين أيديهم يعني تقدم لأنه عليه سترة لا يمكن أن ينظر إلى عورته. نعم. فإن كان أميا وهم قراء صلوا طبعا معنى الأمي هنا سيأتينا إن شاء الله في الإمامة أن المراد بالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن فيها لحنا جليا يغير معناها. صلوا جماعة وصاحب الثوب وحده وإن أعاره لغير من يصلح للإمامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب. صار حكمه حكم صاحب الثوب في الحكام السابقة. نعم. هذا تفصيل يعني من باب توريد المسائل. وقد يرد على الإنسان في أحوال وخاصة في أزمنة أو أمكنة معينة مثل ذلك. فصل يكره في الصلاة السدل. نعم بدأ في هذا الفصل يتكلم المصنف عن بعض الأحكام المتعلقة باللباس لعلنا نأخذ أول هذا الفصل ونقف عنده فيما يسمح به الوقت. أول مسألة وردها المصنف قال المصنف يكره في الصلاة السدل لحديث صححه أحمد من حديث علي وورد من حديث غيره عند أبي داود وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل. وقول المصنف يكره في الصلاة السدل عندنا مسألتان معنى السدل سيعرفه المصنف بعد قليل والمسألة الأخرى في تقييده كراهية السدل في الصلاة. فمفهوم قول المؤلف يكره في الصلاة السدل أن السدل في غير الصلاة غير مكروه. صرح بهذا المفهوم ابن مفلح في الفروع أن مفهوم كلامهم أنه لا يكره ثم استدرك ابن مفلح بعد ذلك قال فإن ثبت أن السدل إنما نهي عنه لأجل مشابهة غير المسلمين فإنه حينئذ يكره في الصلاة وغيرها. فهذا ننظر إذن للعلة والدليل. ولكن المعتمد المذهب أن السدل في غير الصلاة ليس مكروها ودليله ما ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل قال وهو محمول على الصلاة. والسدل يشمل أمرين سدل اليد وسدل الثوب. فأما سدل اليد فسيأتي الحديث عنه في صفة الصلاة وهو ترك القبض وأنه مكروه ترك القبض حال القيام في الصلاة. وأما سد الثياب فهي التي أوردها الفقهاء هنا. وصفة السدل نعم فضل وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. نعم هذا هو تعريف السدل وهو الذي نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح عنه هذا المعنى. وقد نقل في المذهب نحو من 4 أو 5 معاني للسدل ولكن المعتمد عندهم هذا. قال هو أن يطرح ثوبا. هذا الثوب قد يكون قطعة قماش مثل الشال وقد يكون رداء وقد يكون غير ذلك. أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر بل يجعلهما مستورين. يجعل هذا مستولا من اليمين وذات الشمال. من الصور الواضحة عندنا في السدل عندما يكون المرء محرما وعلى كتفيه رداء ثم يسدل هذا الرداء على صدره ولا يرفع أحد
طرفي الرداء على كتفه، فإنه حينئذ نقول هذا السدل الذي ورد النهي به. وهذا السدل ذكرت لكم هو الذي نص عليه أحمد وعرفه به، يشمل الرجل والمرأة معا وليس خاصا بالرجل، هذا واحد. الأمر الثاني أنه نص المؤلف هنا أنه سواء كان تحت الثوب المسدول ثوب آخر كقميص أو ليس تحته ثوب آخر. الصورة التي ليس تحته ثوب مثل المحرم إذا لبس رداء ثم سدل طرفيه على بطنه أو على يعني على جسده ولم يرفع أحد الطرف على الكتف الآخر، فهذا ليس تحته ثوب. فيما إذا كان تحته ثوب نقول لو جعل على كتفيه مثل الشال ونحوه من هذه الثياب ثم سدلها في أثناء صلاته فنقول هذا داخل فيه، الشال الذي يكون على الصدر أو بعض الناس يجعل الغترة، عفوا ليس على الصدر على الكتف، أو بعض الناس يجعل الغترة على بعض الناس لباسهم يجعلون غترتهم على أكتافهم ثم في أثناء صلاتهم يسدلونها، نقول هذه كذلك مكروهة لأنها ما دامت على الكتف. هذه الثانية. المسألة الثالثة أن مما عرف به المصنف قال وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه، أما إن طرح ثوبا على رأسه وسدله فظاهر كلام المصنف بل صريحه أنه ليس سدلا، ومن صور جعل الثوب على رأسه هذه الغترة التي نلبسها، فإن جعلها على الرأس وسدلها لا يكون داخلا في النهي كما صرح الفقهاء، بل حتى الصور الأخرى، وإنما ذكروا صورة أن يجعل القباء على رأسه وطرفه خلف ظهره، هذه مسألة أخرى. وأما هذه مسألتنا فأن يجعل ثوبا مثل الغترة على رأسه ويسدل طرفيه، فقد صرح الفقهاء أنه ليس داخل لأنه قال على كتفيه، وهذا ذكره مشايخنا. فأذكر في درس الشيخ عبد العزيز بن باز أنه سئل عن هذه المسألة، هل هذه الغترة، لأن تلك الأيام قال بعض الأخوان أن هذا داخل في السدل المنهي عنه وتكلموا، فسئل الشيخ فقال لا، هذا ليس من السدل، السدل إنما يكون ما كان على الكتفين، وهو ما صرح به الفقهاء هنا تماما. فأنا ذكرت كلام الشيخ لأؤيد لكي أؤكد لكم فهمي، أن فهمي قد سبقت إليه من أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق بهذا القيد، وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه. ثم قال المصنف ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، فإن رده ارتفع النهي عن السدل، صورة أن يرد الكتف الطرف طرف الرداء يجعله على كتفه الأيسر أو الأيمن مثل ما نعرف جميعا، مثل ما أفعلت الآن بغترتي أو بغيرها، يكون ذلك رفعا لكراهية. نعم. فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره. نعم، يقول المصنف فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، تكلمنا عنها قبل قليل، لم يكره. ثم ذكر المصنف كلمة أخرى قال أو ضم طرفيه بيديه. صورة ذلك عندما يكون عنده رداء جعله على كتفه يجمعه بيديه، فالمصنف يرى أن هذا ليس سدلا لأنه جمعه، إذ السدل تركه من غير قبض، فلما جمعه بيديه في أثناء صلاته كان المصلي رجلا أو امرأة فإنه يرتفع الكراهة حينئذ. وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف وافقه عليه مرعي، بينما ذكر منصور أن ظاهر كلام الفروع والمنتهى أن الكراهة لا ترتفع إلا برد أحد الطرفين على الكتف الآخر فقط، ولا ترتفع بضم الطرفين باليد. نعم. وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك. طبعا القباء ما هو؟ القباء هو نوع من الثياب، خلنا نقول هو شبيه بالبشت الذي نلبسه، لكن في فرق بينه وبين البشت، وسأعطيكم لباس نلبسه هو قباء. الفرق بينهما أن القباء له أكمام ويكون مفتوحا من أمام كهيئة هذه العباءة التي ألبسها، أقرب ما يكون لها في لباس المعهود عندنا ما يلبس في الشتاء ويسمى الفروة. الفروة لها أكمام تلبس في هذه الأيام، فهذا قباء لأن له أكماما تدخل فيه اليدين. لماذا فرقنا بين العباءة التي هي البشت وبين القباء؟ لأن بعض مشايخنا يقول إن أمر العباءة التي هي بشت أهون بكثير لأنها ليست لها أكمام، وهذه يعني كان الشيخ محمد عليه رحمة الله بن عثيمين يرى التفريق بينهم وأن هذا البشت لا يدخل في القباء، لكنه من بعيد يأخذ حكمه. القباء لابد أن يكون له كم، لابد أن يكون له كم زي الجبة عند بعض البلدان، عندنا هنا الفروة، مرت عليك فروة تعرف؟ نعم، هي جبة لكن لها أكمام، وأما هذا البشت فليس له أكمام، أمره أسهل، فإذا رفعنا الكراهة هناك فمن باب أولى فيه. يقول المصنف إن طرح القباء على كتفيه أي كتفي المصلي من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس، لأن من أهل العلم من يقول إن من صور السدل أن
يجعل القباء على رأسه ثم يسدله خلف ظهره. هذه صورة نقلها في الفروع وفي غيره، هذه صورة من الفعل ويقولونها فعل اليهود، فيجعل طرف عباءة على رأسه ويسدلها خلف ظهره، يفعلها بعض الناس في صلاة الفجر وفي غيرها حينما يمشي لكي لا يحمل شيئا ثقيلا على كتفه. نعم. باتفاق الفقهاء وليس من السد المكروه. نعم. قاله الشيخ. نعم، قال الشيخ الذي هو الشيخ تقي الدين، هذه المصطلحات. ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. نعم، قوله ويكره، ويكره اشتمال الصماء، هنا الكراهة ليست في الصلاة، لأن السدل قيده بالصلاة وهنا لم يقيده بالصلاة، بل هو مطلق في الصلاة وفي غيرها، والحديث يدل عليه، فإن الحديث قرن اشتمال الصماء بالاحتباء لمن ليس عليه إلا ثوب واحد، وهذا النهي يشمل الصلاة وغيرها. ثم قال وهو أي اشتمال الصماء، وهذا التعريف هو تعريف الفقهاء كما قال أبو عبيد القاسم السلام، وهو يختلف عن تعريف اللغويين، فإن تعريف اللغويين هو لف الثوب على الجسد كهيئة الساري الذي يلبسه الهنود، وأما عند الفقهاء وهم أعلم بالتأويل وبالتنزيل كما قال أبو عبيد رحمه الله تعالى، أن اشتمال الصماء هو الصفة التي يذكرها المصنف. قال وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. الاضطباع هو إخراج أحد الكتفين، بمعنى أن الرداء الذي يكون على منكبيه يجعل وسط ذلك الرداء تحت عاتقه سواء الأيمن أو الأيسر، ثم يجعل طرف الثوب على العاتق الآخر سواء كان العاتق الآخر هو الأيسر أو كان العاتق الآخر هو الأيمن، هذا يسمى اضطباعا، وهو سنة في حال طواف القدوم الأول عندما يدخل مكة، وأما في الصلاة فهو مكروه. إذن قول المصنف وهو أن يضطبع بثوب، عرفنا معنى الاضطباع، وقول المصنف ليس عليه غيره يشمل صورتين كلاهما صحيحة. ليس عليه غيره على صدره، فمن كان صدره مغطى بنحو قميص وفوق ذلك القميص رداء يعني على هيئة الاضطباع، مثل بعض البلدان شمال أفريقيا يلبس ثوبا وفوق الثوب يأتي بقطعة قماش ويلبسها مطبعا بها، موجود الآن ما زال تلبس من زي الشعب لبعض البلدان شمال أفريقيا، فهذا ليس كذلك منهيا عنه لا في الصلاة ولا في غيرها. الصورة الثانية أن يكون مراد ليس عليه غيرها في عموم جسده، فلو اضطبع برداء وتحت الرداء إزار فإن هذا غير مكروه على مشهور المذهب، وحملوا الكراهة على أن يضطبع بثوب واحد ليس عليه إلا هو رداء واحد يضطبع به فقط، صرحوا بذلك في أكثر من موضع، وعللوا ذلك قالوا لأنها لبسة المحرم، ولبسة المحرم لا تكره جنسها. وتغطية الوجه والتلثم عن الفم والأنف ولف الكم بلا سبب وشد. طيب. قال وتغطية الوجه يكره، مر معنا أن المرأة يكره، والأولى أنه يجعل تغطية وجه المرأة هنا لأن الحكم فيهما واحد. قال والتلثم على الفم والأنف، لأن التلثم دون ذلك دون التغطية بالكامل فهو جزء منه، والقاعدة عند فقهائنا أن التلثم يكون ممنوعا إذا غطى الأنف، وما كان دونه فليس داخلا في الكراهة. وعندنا قاعدة صرح بها مرعي أن كل مكروه يرتفع عند الحاجة، ومرعي عندما أورد هذه المسألة قال بلا سبب، فإن وجد سبب فترتفع الكراهة، ومن أمثلة الكراهة المرض عندما يكون الشخص مريضا يخشى أن ينقل العدوى لغيره، أو العكس يخشى أن تنتقل عدوى غيره إليه، أو أن يلزم بأمر ما من إمام ونحوه بهذه اللثام مثل ما وجد في هذه الأيام فيما يتعلق ب يعني كورونا وغيرها. ولف الكم بلا سبب. نعم، ولف الكم بلا سبب، هذا يسمى الكف، كف الثوب، كف لف الكم الذي يكون فيه الثوب، لفه بمعنى أن يرفع ثوبه، يرفع ثوبه مثل ما أفعل لكم الآن. لف الكم نوعين، ابتداء واستدامة. ابتداؤه في أثناء الصلاة حركة فهو منهي عنه، والاستدامة أن يكون مكفوفا قبل الصلاة فتستديم حال الكف في أثنائها، فالأمران كلاهما مكروه، ابتداء فعله واستدامته قبل الصلاة، لأن هيئته يعني ليست مناسبة لكمال الصلاة، فالأنسب أن المرء يعني يرفع كف ثوبه. يعني من 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 إخوان من يقول لو كان العرف أن الجمال بكف الثوب، بعض الناس بدرهم جمالها أن تكون مكفوفة بطريقة معينة في بعض البلدان، قد هذه نقول هو جمال الثوب، فيسمح استدامة لا ابتداء، لأن الابتداء فيها حركة وأما الاستدامة فهو هيئة. نعم. العلة قلنا جمال. نعم بالضبط. نعم.
وشد الوسط وشد الوسط بما يشبه شد الزنار طيب ولو في غير صلاة. طيب عندنا مسألة الزنار، هذه مسألة أريد أن ننتبه لها أو شكنا على الانتهاء معذرة. الزنار ما هو؟ الزنار هو خيط غليظ، شوف خيط غليظ يشد به النصارى أوساطهم، فهو مثابة الخيط الغليظ. شفت بعض الخيوط الغليظة التي تستخدم بعض الاستخدامات، يعني ما تكون يعني قريبة الحبل، ليست حبلا لكنها قريبة الحبل من شدة غلظتها. إذن فيها ثلاث صفات، الصفة الأولى أنه خيط غليظ، الأمر الثاني يشد به الوسط، الأمر الثالث أنه يفعله النصارى. إذن هذه ثلاثة قيود. هذا الزنار منهي عن لبسه لأنه شعار للكفار، شعار لهم فإنه منهي عن لبسه. طيب عندنا هنا مسألة في قضية الخيط، وهو أن من أهل العلم من ذكر أن القيد الأول وهو كونه خيطا يخرج الشد بما ليس بخيط، وهذا الذي ذكره المصنف بشده بمنديل في آخر كلام بعد قليل، شده بمنديل ومنطقة ونحوها من الأمور، فكل ما ليس بخيط فإنه لا يكون ممنوعا، فإنه لا يكون ممنوعا. هذا القيد الأول الذي ذكرناه، ولذلك صرح الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بأن ما ليس بخيط لا يكره، كل ما ليس بخيط فإنه لا يكره، هذه عبارة الشيخ بنصها. إذن هذا القيد الأول. ثم الكفار معروف، ووسطهم ما كان مرتفعا وما دونه ليس مكروها. انظر ماذا قال المصنف، قال وشد الوسط بما يشبه شد الزنار. الزنار عرفناه، لكن ما الذي يشبهه؟ ليس كل شد وسط يكون مشبها له، فلابد أن نبحث عن ما الذي يشبهه. يعني على قصور بحث لم أجد من ذكر الذي يشبهه إلا عثمان بن قايد، فقد ذكر أن الذي يشبه شد الوسط بالزنار هو أن يرخي طرفي ما يشد به وسطه تزينا وتشبها بهم. إذن يرخيه بطريقتهم كيف كانوا يرخونه، لأن الزنار عندهم الآن وسائل اتصال ورؤية القساوسة قديما، تعلم أنهم يرخونه طويلا بهيئة معينة، فمن أرخاه ما ربط وسطه به تزينا، من باب التزين والقصد وليس من باب الموافقة، فإنه يكون شبيها بالزنار. وعلى ذلك فما ليس كذلك فإنه جائز، وسيأتي أمثلته بعد قليل في كلام المصنف. قوله ولو في غير صلاة، أي في الصلاة وفي غيرها، لأنه يكره التشبه بالكفار في كل وقت في الصلاة وغيرها. قال الشيخ التشبه بهم منهي عنه إجماعا. نعم، التشبه بالكفار منهي عنه إجماعا، لكن التشبه قد يصل للحرمة وقد يصل الكراهة، ولذلك قال مرعي في الغاية يكره التشبه بالكفار، وقال الشيخ تقي الدين يحرم، ففيها وجهان، ما قاله مرعي، وذكر في الفروع أنها ثلاثة أوجه في المذهب. نعم. وقال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها. نعم، هذه قاعدة عند الشيخ تقي الدين، فصلها في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وهذه من كتب الجليلة للشيخ تقي الدين، بيّن فيها قواعد التشبه التي تجوز والتي لا تجوز، وجعل المناط والعلة التي يربط بها الحكم هو أن يكون شعارا لهم، لها طرد وعكس، فأي شيء يكون شعارا لغير المسلمين فإنه يكون منهيا عنه لأنه شعار لهم. الأمر الثاني ما كان شعارا لهم في زمان ثم تغير العرف به فإنه يجوز. مثال ذلك الزنار لا يلبسه المسلمون منذ القدم فما زال شعارا لهم. الطيالس الأصل أنه لباس اليهود، ولكن لما انتشر بين المسلمين جاز لبسه، بل إن من أعلام المسلمين من شهر به كأبي الوليد الطيالسي وأبي داود الطيالسي، إما بيعا للطيالس أو صنعا لها. فإذا كان هذا الشعار انتشر بين المسلمين ولم يكن خاصا بهم فإنه يجوز. هذه قاعدة الشيخ تقي الدين، وهي من أجمل القواعد، حتى في اللباس المستحب وهو لباس العرب في العمامة وغيرها تتغير بتغير الأزمان، فكل ما كان شعارا في زمان للعرب والمسلمين فإنه المستحب. قد يكون القديم لباس شهرة فيكون منهيا عنه الشهرة، فالعبرة بما عليه عامة الناس. هذا ملخص كلام الشيخ في كتابه العظيم الجليل اقتضاء الصراط المستقيم.
ويكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود. نعم، يقول القميص له الثوب لا يربط لأنه زي اليهود، يلبسون ثوبا ويربطونه، وأما الإزار فيربط، وأما السراويل فتربط يشد بها، وأما الثوب فإنه عادة لا يربط لأنه من زي اليهود. نعم. ولا بأس به على القباء، لأن اليهود لا يلبسون القباء، ما يلبسون القباء، فذلك يجوز. قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة. طبعا هنا رجع المصنف لمسألة الذي لا يشبه الزنار، فكل ما لا يشبه الزنار فإنه جائز. هنا فيك بس لعلي أقف مع هذه الجملة لأن فيها إشكال حقيقة. قول المصنف قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة ويستحب بما لا يشبه الزنار، بس أريد أن تنتبهوا فيها إشكال، قد يكون حرف واحد يزيل الإشكال إذا أضفناه. دعوني أشرح الجملة الثانية قبل الأولى. قول المصنف يستحب بما لا يشبه الزنار، المذهب أنه لا يكره شد الوسط بما لا يشبه الزنار، بل إنه قد يقال إنه يستحب، بل إنه قد يستحب. لماذا يستحب؟ قالوا لأن فيه كمال ستر لكي لا يذهب الثوب، وهذا الاستحباب الذي أورده المصنف قيده بعض أهل العلم وهو الصواب، أن شد الوسط بالزنار بغير الزنار مستحب بقيد، وهو أن لا يكون تحت اللباس وهو القميص سراويل أو إزار، لأنه إذا شده في هذه الحالة فإنه يعني أكمل سترة، وأما إذا كان تحته ذلك فإنه يدخل في الصورة الأولى وهو يكره شد وسطه على القميص. هذا القيد إذا أخذنا من كلام الشيخ يجتمع كلام الشيخ كلام موسى الأول وكلامه الثاني. طيب هذا واحد. قال كمنديل، أي شد وسطه بالمنديل، واضح يربطه في وسطه، ومنطقة ونحوها من الأمور كالحزام الذي يستخدمه الناس الآن، ومثل في الحج الكمر، يسمونه بعض الناس كمر وهو حزام فيه جيوب، كل هذا جائز. قال المصنف لأنه أستر العورة فلا يسقط الإزار ولا يسقط السراويل، والقميص إذا كان ليس تحته سراويل فإنه أستر في هذه الحالة. وضحت كلام المصنف متى يستحب؟ إذا لم يكن زنارا. نرجع لكلام ابن عقيل. قول المصنف قال ابن عقيل ويكره الشد بالحياصة. هذه الحياصة هي في الحقيقة يعني صورة من صور المنطقة، هي نفس المنطقة، هي أحد صور المنطقة، فهي أحد يعني أحد الألبسة التي تسمى منطقة. ولذلك يعني نبه الشيخ تقي الدين أن الحياصة هي المنطقة، ويسميها العلماء ويسميها العامة حياصة. إذن هناك تناقض بين قوله يستحب شده بمنطقة ويكره الشد بحياصة. واضح التناقض؟ لأنها هي ويمكن حل هذا الإشكال بأن نقول إنه قد جاء في الكشاف بدل قول المصنف قال ابن عقيل، ورد فيه وقال ابن عقيل، فيكون حكاية قول لا يتبناه المصنف إذا زدنا حرف الواو، وهذا موجود في الكشاف وليس موجودا في النسخة التي بين أيدينا، فحينئذ يكون المصنف لم يتبنى قول ابن عقيل وهو الصواب، لأن قول ابن عقيل في غاية الضعف. وإذاك يقول شيخ تقي الدين وقال ابن عقيل يكره وليس بشيء بل يستحب، إذا فقول ابن عقيل أصلا مخالف لما جاء بعده، ويمكن أن نحل كلام المصنف بما نقلت لكم عن الكشاف. نعم فضل شيخ عشان نختم. ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار وتقدم. نعم، يقول المصنف ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة، قيده المصنف في الصلاة، مفهوم هذه الجملة أن المرأة لا يكره شد وسطها خارج الصلاة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف وهو الذي صرح بهذا المفهوم صاحب الكشاف، ولكن نقل بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي أن ظاهر المنتهى والغاية والتنقيح والمبدع أنه يكره للمرأة أن تشد وسطها في الصلاة وفي غيره، ولعل الأقرب ما ذكره المصنف هنا من تقييد ذلك بالصلاة فقط إذا كان لعل لا يجب الستر حين ذاك. إذن هذا ما يتعلق بالصلاة، وفرقنا بين ظاهر المنتهى وظاهر كلام المصنف. شد وسطها في الصلاة وهي تصلي تشد وسطها بأن تربط فوق ثوبها الذي تصلي به شيئا ليس تحته وإنما فوقه، فهنا نقول يقول المصنف يكره من صوره يعني خلنا نعطيكم مثلا مثالا، أن تصلي المرأة من غير جلباب، من غير أن تلبس بشت
أو تلبس ما نسميه يعني عباءة أو تلبس جلالا، وإنما تصلي بثوبها الذي يكون مربوطا في وسطه. مثلا خلنا نقول على سبيل المثال تلبس إزارا أو تنورة، فهذا مكروه عندهم لأنها لا تضم نفسها في وقت الصلاة، وإنما تلبس ثوبا واسعا إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. وهذا معنى قوله ولو بغير ما يشبه الزنارة، لأن شد الوسط فيه تحجيم لوسطها، ومر معنا المسألة وتقدم أنها لا تضم ثيابها. ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ويحرم مع عدم. الاحتباء في الصلاة وفي غير الصلاة، فيصح الاحتباء في الصلاة في أثناء الموضع الذي فيه سجود، في الموضع الذي فيه جلوس، وكذلك أيضا من كان عاجزا عن القيام أو في صلاة نافلة يحتبئ. كثير من الذين يقومون الليل يعني يتعب من الجلوس فيحتبئ، يجوز ذلك ولا مانع منه. نعم. وهو أن يجلس ويحرم مع عدمه، أي مع عدم ستر العورة، وإذا حرم بطلت الصلاة إن كان محتبيا في الصلاة مع عدم ستر العورة. وهو أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو صدره. واضح الصورة، يعني من إخواننا محتبي؟ ولا واحد محتبي، أنت مش كما تنشاف ما يشوف كلنا كذا أمام. نعم أبو نعم شفت أخونا هذا، ضمها بعد بأكثر شوي. نعم هكذا احتباء، إما بثوب أو بيديه. نعم. ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه. هذا الاحتباء بالثوب، يدير ثوبه يعني يربط. الآن بعض الناس يفصل قطعة جاهزة تكون قابلة للتمدد، يجعلها بين ساقيه وبين ظهره، ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند. أو بالغترة، يربط الغترة بعض الناس تشوفونه في الحرم كثير، فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه، مستند لظهره والمعتمد باعتبار قدميه وجنبه يكون معتمدا عليه. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا أخونا يقول من صلى في ثوب حرير لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا، لماذا صحح الصلاة مع أن الشرط أن الشروط لا تسقط عنده بالجهل والنسيان؟ هذه يعني قرأتها قبل الدرس وأجبت عنها في أثنائه. في مسألة سابقة في الدرس الماضي لعلي أرجع إليها نسيتها، السؤال الذي لم أفهمه من أحد الزملاء، أنا قلت لم أفهمه في صفة مد الظل. هناك كلام الحطاب في شرحه على خليل المواهب ذكر فيه أن هذه المسألة غير محررة في كثير من كتب الشافعية والمالكية، ثم حررها بأسلوب لطيف وقال اعتذارا عن إطالته ما ذكرت لكم قبل قليل أنه وجدها غير محررة. ذكر أن الفائدة من ما ذكره المصنف في مقدار الظل مسألتين كما ذكرتها أنا، لكن سأعيدها بكلام الحطاب في شرحه. يعرف بها أمران، أمر الأول مقدار وقت الزوال، والأمر الثاني يعرف بها وقت خروج الظهر، صلاة الظهر. ذكر حطاب أنك إذا أردت أن تعرف كم مقدار الزوال بالأقدام، والمراد بالأقدام ليست الأقدام القياسية، وأنا هنا تعليقي أنا، وإنما الأقدام الشخصية لكل واحد قدمه، وأظن نبهت لم أكن قد نسيت أن المراد بالقدم ما تقدم ذكره. يقول فقس ذلك بقدميك بأن تقف قائما معتدلا غير منكس الرأس، تكون مستقيم الظهر في أرض مستوية، وأن تخلع نعليك وتستدبر الشمس، ثم تعلم على طرف ظلك علامة أو تأمر أحدا أن يقوم بوضع هذه العلامة. قال ثم تقيس ظلك بقدمك أنت، فذاك هو ظل الزوال، هذا أقل ما يصل إليه الظل. وهذه الطريقة يعرف بها ظل الزوال في كل زمان ومكان. طبعا هناك أوقات معينة في السنة لا يكون هناك ظل بالكلية، فهذه مستثنى. ثم قال إذا أردت معرفة آخر وقت الظهر فزد على ما كلته بقدمك في كل يوم بنفسه 7 أقدام. طبعا هو على مذهب المالكية، قال وهو قدر القامة بالأقدام وهو الأحوط. قال الأحوط عندنا 7، ونسبه وقال أنه قول ابن الشاط وابن البنا وهو الأحوط. ثم ذكر أن بعضهم يقول إنه 6 أقدام وثلثان، وبعضهم يقول 6 أقدام ونصف، ومر معنا ما ذكره المصنف، وهو أقوال قياسية وليست مذهبية. ثم قال وقد أطلت الكلام في هذا لأنه وقع في عبارة جماعة من المالكية والشافعية عبارات غير محررة، ولم أرى من تعرض لهذه المسألة من الشيوخ لما ذكرته من الكلام. طبعا نفس الكلام هو مضمون الذي ذكرته سابقا،
ولكن باب التأكيد على أن الذي قلته دقيق هو هذا كلام صاحب المواهب بنصه. نعم. هذا أخونا يقول ستر منكبه. نعم، يقول لماذا ستر منكبه وعجزه وصلى جالسا مع أن القيام ركن وستر العورة شرط؟ ألا يقال أنه يصلي قائما ولو عريانا؟ نقول لا، لأن هو يتحقق له بها الستر بهذه الطريقة، وأما القيام فإنه إذا قام فات الستر بكليته، وهذا هو مراده. لماذا لم يعد الترتيب من شروط الصلاة؟ لا، هم الشروط يتكلمون أن الشروط المتعلقة بكل صلاة بحسبها، وأما الترتيب فهو شروط للترتيب بين الصلوات التي وجبت بعضها على بعض، ولا يعد شرطا لأنه قد يكون مانعا من الصحة. سم الترتيب من أركان الصلاة يعني تعد هناك؟ لا، هو يقصد من الترتيب، قصد من الصلوات اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. نعم. طيب، يقول إن ذكر فائتة وهو في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا، ما المراد بقوله نفلا هنا؟ يعني يتمها، الذي تذكر يتم الصلاة نفلا ولا تكون في حقه فريضة، هذا المراد بقوله نفلا. قال إن قيل هو النفل المطلق فلا يصح حينئذ لاشتغال ذمته بالفائتة، نقول لا، يصح، لأنه ابتدأها وقد عذر في ذلك، وقد استثنوها بهذا النص. وإن قيل إن النفل مقيد فلا بد من نية التعيين قبل الصلاة، فما المراد له؟ هو النفل المطلق، هو النفل المطلق وقد استثنى، صرح بها بعض المحشين، قال هي صورة مستثنى غير السنن الرواتب. قال ويسن قوله ويسن أن يؤخر الإقامة قدر حاجته ووضوءه. السؤال: ما حكم ما يفعل الآن في المساجد من تحديد وقت محدد بين الأذان والإقامة لا يجاوزونه حتى ينكر على من خالفه؟ طبعا تحديد هذه المدة الفائدة هي صدرت بناء على خطاب وفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي موجودة هذه الفتوى، قديما كانت تعلق أول ما بدأوا بالتحديد، لأنهم ربما في بعض البلدان أنكروا تحديد المدد بين الأذان والإقامة، فكتب فيها الشيخ عبد العزيز، قديم جدا لما كان حتى الوزير أيام عبد الوهاب عبد الواسع، يعني قديمة جدا، أظنها في أول 1400، فأفتى فيها الشيخ وكتب فيها خطابا كان يعلق في بعض المساجد في تلك الأيام. فالتحديد بهذه المدد بناها الشيخ، يقول هذه لمصلحة الناس لكي لا تضيع يعني أوقاتهم، وذكرت علة في فتوى يمكن المراجعة إليها إن كانت موجودة الآن، فلا ينكر على من حدد هذه الأمور. يقول وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه، هل كونه مسافرا قيد في ذلك أم لا؟ أظن تكلمت عن هذا في الدرس وقلت لكم أن قوله مسافر ليست بقيد، وأن الشيخ تقي الدين صرح بذلك وبناه على معنى، فيكون قوله مسافر خرج مخرج الغالب، وصرح الشيخ تقي الدين، هو أحسن من تكلم عن مسألة انتقال من الموضع، هو الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. هل تقويم القرى دقيق في دخول وقت العشاء؟ لا، هو محتاط له ولا ضر، هو الوقت العشاء غالبا أقل من ساعة ونصف، قريب ساعة وربع إلى ساعة وثلث، لا يجوز تأخير صلاة المغرب إلى آخر الوقت قبل أذان العشاء، بل يجب المبادرة في أول نصف ساعة أو قبلها بقليل، لكن دخول العشاء متيقن أنه صحيح، وهذا الاحتياط لا ضرر فيه، لا يترتب عليه إمساك ولا يترتب عليه إفطار، فهو محتاط فيه، احتياط جيد. وأظن أيضا لم أكن واهما أن المشايخ هم الذين صدروا فتوى بتحديد هذا الزمن ساعة ونص، أظن في عهد الشيخ محمد إبراهيم، أظن لم أكن واهما، نسيت الآن، أظن في وقت الشيخ محمد لم أكن واهما موجودا في فتاوى تحديدها بساعة ونصف، لست متأكدا، فلعلك يعني تراجع المسألة. ذكر الشيخ منصور أن من بدأ بالفائتة قبل الحاضرة مع ضيق الوقت إنه يأثم، كيف يأثم إذا كان مختارا؟ إذا بدأ بالفائتة قبل الحاضر مع ضيق الوقت فإنه يأثم، فكيف يأثم إذا كان مختارا؟ ما أدري شو قصده مختارا، لكن يعني إذا كان مختارا قصده كان الوقت مختارا، نعم أثم، لأنه أخر الحاضر إلى وقت الاضطرار، هذا مراده، أظنها واضحة جدا، أظنها واضحة. يقول رحلات العمرة التي تأتي من خارج المملكة تلزم بالحجز 4 أو 5 أيام في الفنادق قبل أداء العمرة، وتنزل في مطار جدة ويمرون وهم في الجو بميقاتهم، فماذا يصنعون بالإحرام؟ وهل لهم الإحرام من الفندق في جدة بعد مرور أيام الحجز؟ نعم.
الشيخ، وأنا أقول لكم فتوى الشيخ لكي أبرأ من عهدتها، وأنا أرى هذا الرأي لأنه ليس اجتهادا مني. الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وهو الذي ينضبط به المذهب حقيقة، يقول إن من ذهب إلى جدة يصح بها كسر الجيم وضمها جدة فيصح فيها الضبطان، أن من ذهب إلى جدة أو جدة وأجمع الإقامة فيها فوق حد الإقامة بأن أجمع أن يقيم فيها أكثر من 21 فرضا فإنه يجوز له أن يحرم منها. وفتوى الشيخ متوافقة مع المذهب تماما، لأن صاحب جدة يحكم أنه دون الميقات سواء كان مستوطنا أو مقيما فيها، إذ المقيمون في جدة كثر، كل من ليس له زوجة قد يجلس بالسنوات في جدة، مثل الذي يرد لدراسة في الجامعة أو يرد لعمل أو لمهنة، يعتبره من أهل جدة مقيما لا مستوطنا، وكلام الشيخ هو المذهب، وهذا ينضبط به الأمر، وهذا من دقة فهم الشيخ، وهو أظنه يمكن أخذها من الشيخ قبل أو منه لا أدري الآن، لكن لم أقف على هذه الفتوى عند غير الشيخ يفتي بها كثيرا للناس. فبناء على ما ذكره أخونا، إن كانوا سيحجزون في جدة 5 أيام سيمكثون، فيجوز لهم حينئذ بعدها أن يحرموا من جدة ولا يلزم الإحرام من الميقات. الإسبال سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. ستر المنكبين واجب في الفريضة، أسأل عن ستر المنكبين، ملخصه أنه واجب في الفريضة دون النافلة، فالنافلة سنة. هل الشماغ يكفي لتغطية الرأس؟ نعم، لأنه لباس فهو مخمر للرأس، لباس، هذا لباس، ليس مثل يجعل رأسه على رأسه كتابا أو قطعة قماش. ما هي الطيالس؟ طيالس يعني نوع من الأغطية تكون على الرأس متصلة على الكتفين وما دونها، هذا تسمى الطيالس، مثل البرنس. البرنس عند بعض دول شمال أفريقيا، بعضها ليست شبيهة، يعني شبيهة بها، شبيهة بها الطيالس. لا، المنكبين لا يجب ستر المنكبين، الثاني مستحب، أحدهما واجب والاثنان مستحب، ويجب جميعه ليس بعضه، وإنما يجب جميعه. يقول قال المصنف الأذان بحيث يحصل لأهله العلم، هل المقصود كلهم أو أكثرهم؟ لا، يجب المقصود عامتهم أكثرهم، وليس لكل فرد بعينه. هل يجب إيقاظ النائم للصلاة بعد خروج الوقت؟ إذا خرج الوقت أصبح في حقه الوجوب، وجوب فعل الصلاة في وقتها فاته، فحينئذ نقول لو تأخر إلى آخر الوقت ما لم يخرج وقت الثانية فإنه كذلك. لعل نقف عند هذا القدر، لأني ما أدري شو اللي أجبت وشو اللي ما أجبت، اختلطت علي الأوراق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.